السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، وحلقة جديدة من المونديال على قناة الأهلي. من أول يوم كنا موجودين مع حضراتكم قلنا مونديال شكله بيقول إن المنتخبات المجتهدة هيكون لها نصيب في بطولة كأس العالم 2018. مباراة البرازيل وبلجيكا انتهت منذ قليل بفوز منتخب بلجيكا 2-1 وصعوده لدور قبل النهائي في بطولة كأس العالم، في إنجاز جديد. يعني الكرة البلجيكية منتعشة، الكرة البلجيكية بتمر بأزهى عصورها، وبالتالي بلجيكا على بعد خطوتين من التتويج ببطولة كأس العالم، وأعتقد أن ده حدث تاريخي بتمر به بلجيكا. زي ما احنا شفنا المباراة كانت ما بين مدير فني وطني وهو تيتي المدير الفني البرازيلي لمنتخب البرازيل، وميرتنز المدير الفني الأسباني بمعاونة تييري أونري الفرنسي لمنتخب بلجيكا. كده في مدرب من ضمن ثلاث مدربين هيكونوا، أو مدرب من ضمن أربع فرق هيكون من بينهم مدير فني أجنبي. علشان نبدأ نقارن تاني ونقول هل المدير الفني أنسب ولا المدير الوطني، لما الظروف تكون مهيئة بلعيبة بمناخ طبعا على أعلى مستوى زي المنتخب البلجيكي مع تجارب سابقة لمدربين وطنيين قبل كده، فبالتالي فشلت فتم الاستعانة بمدير فني أجنبي أسباني يتناسب مع قدرات وإمكانيات اللعيبة اللي موجودة في أقوى دوريات في العالم، سواء الأسباني أو الإنجليزي أو الإيطالي، وبالتالي في كيمياء ما بين اللعيبة وبين المدير الفني. المدرب البرازيلي تيتي طبعا تألق مع منتخب البرازيل في التصفيات، لكنه لم يستطيع تخطي دور الثمانية وخرج بعد خسارة من بلجيكا. طبعا تألق كورتوا وباقي لاعبي منتخب البلجيكي كانوا سبب في إقصاء البرازيل من دور الثمانية. طبعا كلام كتير هنتكلم عليه بخصوص مباراة أيضا فرنسا وأورجواي واللي انتهت 2-0، وهنتكلم أيضا على فرنسا وديشامب، ويعني ازاي منتخب فرنسا بيتعامل في كل مباراة بفكر مختلف بأداء مختلف، حتى رؤية لديشامب أثناء المباراة قبل وأثناء وخلال المباراة بتكون مهمة جدا جدا هنتكلم عليها. هنتكلم أيضا على لقاءات غدا، السويد وإنجلترا وأيضا كرواتيا وروسيا. يعني إن شاء الله يكون معايا في الحلقة ضيفي وضيف حضراتكم علشان نتكلم معاه فنيا أكتر ويفيدنا بالمعلومات اللازمة، الأستاذ محسن لملوم نائب مدير تحرير الأهرام الرياضي هيكون معايا في الجزء الثاني من الحلقة علشان نتكلم بشكل عام عن المونديال وعن لقاءات اليوم في دور الثمانية لبطولة كأس العالم، وأيضا لقاءات غدا في نفس البطولة. مباراة فرنسا وأورجواي شفنا فرنسا إزاي مسيطرة، إزاي قدرت إن هي تفوز بأقل مجهود على منتخب أورجواي 2-0. طبعا أورجواي كانت في بداية المباراة متفوقة على المنتخب الفرنسي، ضيعت أكتر من كورة، لكن خبرة لاعبي منتخب فرنسا، الخبرة اللي موجودة مش خبرة ليها علاقة بالسن، السن دايما ما بيكونش ليه عامل قوي قوي زي ما خبرتك في الملعب، ان انت لعيب كبير ولاعب دولي ولاعب مع فريقك بشكل عام، فبالتالي بتاخد خبرات، فخبرات لاعبي فرنسا اعتقد ان هي اكبر من خبرات لاعبي أورجواي. على يعني نتكلم على الاحتكاكات الاكبر والاقوى، طبعا غياب إيدنسون كافاني 50% من قوه منتخب أورجواي، إيدنسون كافاني بيغيب، سواريز شارك، لكن سواريز شارك منظر، سواريز ما كانش ليه اي شكل ولا اي طعم ولا اي لون بغياب إيدنسون كافاني، كلنا شفنا على مدار البطوله خاصه في اللقاء الاخير امام المنتخب البرتغالي والتفاهم والتالق ما بين سواريز وكافاني، وزي ما احنا شفنا قدروا ان هم يفوزوا على منتخب البرتغال، لكن النهارده امام منتخب فرنسا كانوا ما عندهمش اي حلول. سواريز تقريبا في المباراه ما لمسش الكوره، هي كان مرة بسيطة جدا جدا، وبالتالي ما كانش ليه أي خطورة ولا أي تأثير على مرمى المنتخب الفرنسي اللي كمان كان دفاعاته قوية جدا، وعنده لاعب في نص الملعب اسمه نيجولو كانتي بيقطع مية ونور عن أي حد موجود في منطقة نص الملعب، واحنا عارفين دايما صراعات أي فريقين بيلعبوا بعض هي نص الملعب، لما بتعرف تستحوذ على نص الملعب بالتالي بتعرف إن أنت تسير الأمور في الاتجاه اللي أنت عايزه، ده اللي ديشامب ناجح فيه. كلنا كان فيه يعني انتقادات واتهامات لديشامب انه مدرب
قليل الحيله وان امكانياته الفنيه لا تتناسب مع قدرات اللعيبه اللي موجودين حاليا. شفناه في اليورو الاخير بيخسر امام البرتغال في النهائي، قدامه فرصه ثانيه ان هو يعوض اخفاق اليورو بمباراه قادمه امام منتخب بلجيكا، مباراه صعبه جدا جدا. كنت يعني كنا قايلين وكنا متوقعين ان اللي هيكسب من مباراه بلجيكا والبرازيل هيكون المرشح الاكبر والاقوى لللقب، فكده معناه ان بلجيكا هي المرشحه الاقوى لللقب، عندها مباراه قويه جدا امام فرنسا، مباراه خارج التوقعات. منتخب بلجيكا منتخب عنده لعيبه على اعلى مستوى، شفنا لما ميرتنز بيغيب وكاراسكو بيغيب هتلاقي لعيبه تانية موجوده، لعيبه فلايني بيشارك من اول المباراه وبيأدي بشكل رائع جدا، ناصر الشاذلي بيشارك من اول المباراه وبيأدي بشكل رائع جدا، وبالتالي منتخب بلجيكا منتخب عنده اللاعب الاساسي واللاعب البديل، ولما البديل بيشارك بيأدي على نفس المستوى اللي اللاعب الاساسي بيشارك فيه، وبالتالي شفنا لقاءين اقويه جدا جدا، بدايه من مباراه فرنسا واورجواي وختاما بمباراه البرازيل وبلجيكا. هنبدا مع حضراتكم باخر الاخبار اللي موجوده، طبعا اخبار معظمها او هنتكلم بعد قبل مباراه اورجواي وفرنسا وبعد المباراه وقبل مباراه البرازيل وبلجيكا، عشان هيكون في تصريحات كتيره جدا لبعض النجوم كانت بتتوقع فوز البرازيل، وبالتالي يعني قبل ما يكون في خبر كان تم اعلانه قبل اللقاء اكيد طبعا هنقوله لحضراتكم. نبدا بخبر يعني او موقف الناس كلها كانت مستغربه ان ليه جريزمان لم يحتفل بعد احرازه بهدف في مرمى اورجواي، وعدم او سر عدم احتفال جريزمان بهدفه في اورجواي يرجع انه اتكلم وقال ان انا اول مدرب اتمرنت معاه في حياتي او من المدربين اللي ليهم فضل عليا في حياتي كانت جنسيته أورجواي، وبالتالي أنا مش هحتفل بهدفي في مرمى أورجواي. وربما أيضا يعني بعض يعني الآراء اللي على السوشيال ميديا بتقول إن جريزمان لم يحتفل بسبب الطريقة اللي دخل بها الهدف في مرمى أورجواي، إن هي زي ما احنا شفنا الكرة خدعت الحارس، وبالتالي يعني موقف يدرس إنسانيا لو فعلا جريزمان ما احتفلش للسبب اللي بقول لحضراتكم عليه. ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي: الأخطاء أحزنتني رغم التأهل. طبيعي جدا المدير الفني لما بيجي يتكلم بعد المباراة وكسب لازم يركز على أخطائه علشان ما يقعش فيها في المباراة التالية، وبالتالي كل ما الخط النهاية بيقرب كل ما الصعوبة بتزداد، وبالتالي تركيز المدير الفني واللاعبين لازم يزيد عن 100%. لسه مكملين مع ديشامب في تصريحه بيقول: لا ما بيهمنيش المنافس اللي هلعبه في نصف النهائي، ده تصريح مهم جدا من كابتن منتخب فرنسا والحصل على كأس العالم 98 وأيضا المدير الفني للمنتخب. البطل أو اللي عايز يفوز ببطولة لازم يكمل في مشواره أيا كان مين اللي هيلعبه، طبيعي جدا إن احنا كل ما نقرب أيضا من خط النهائي كل ما المنافس يشد الصعوبة، وبالتالي منتخب بلجيكا منتخب قوي جدا وأعتقد إنها هتبقى مباراة ممتعة بين منتخب فرنسا ومنتخب بلجيكا. مباراة بلجيكا والبرازيل مجانية للمساجين في بروكسل. بروكسل عاصمة بلجيكا، وبالتالي سجون بروكسل كلها تم وضع شاشات عملاقة للمساجين لمتابعة مباراة بلجيكا والبرازيل، واللي أكيد انتهت بفوز بلجيكا 2-1. أما مدرب كرواتيا داليتش بيقول إن جيل 98 هو ملهمنا في مونديال روسيا. طبعا كرواتيا 98 بقياده صقر يعني كانت متالقه جدا، كانت في المربع الذهبي للبطوله، وبالتالي اعتقد ان الجيل الحالي للمنتخب الكرواتي لا يقل قوه عن جيل 98، واعتقد ان هم قادرين على تحقيق انجاز للكره الكرواتيه. عندهم مباراه بكره امام المنتخب الروسي، مباراه سهله وصعبه، اللي هيسهلها او يصعبها هم لعيبة كرواتيا. شفنا مباراة روسيا ومباراة اسبانيا، لعيبة اسبانيا كانت مستحوذة بشكل كبير جدا، فارق 75% 25%، بنتكلم في سبعينات ثلاثينات، بنتكلم في نسبة كده، وبالتالي منتخب اسبانيا صعب على نفسه المباراة وراح في الطريق اللي منتخب روسيا عايزه، هو ضربات الجزاء، وبالتالي منتخب كرواتيا قادر على انه ياخد سيناريو المباراه بالشكل اللي هو عايزه. منتخب روسيا اكيد هينزل مدافع، اكيد هيكون عنده حذر من بدايه المباراه، عارف انه بيلاعب تيم كبير، وفي نفس الوقت روسيا عايزه توصل لابعد مدى، ما عندهاش حلول هجوميه امام منتخب كرواتيا غير ان هي تاخد منتخب كرواتيا اولا يبقى في يعني منافسه خلال المباراه بشكل عام،
تحاول تاخد لو خطفت هدف خير وبركه، ما عرفتش تجيب هدف يبقى ما يدخلش فيه هدف، توصل للوقت الاضافي تمشي بنفس السيناريو لركلات الجزاء. عندهم حارس مرمى مميز جدا، عندهم لعيبه متمرنين كويس قوي 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 على ضربات الجزاء. ولوفرين لاعب ليفربول ولاعب المنتخب الكرواتي، جيل مودريتش 2018 قادر على تخطي انجاز جيل صقر 98. لسه كنت بقول لحضراتكم والمقارنه بين الجيلين والميراث الكبير لجيل صقر يثقل مهمه جيل مودريتش. طبعا جيل كرواتيا الحالي يعني شايفين ان هم عندهم مهمه صعبه لما بتيجوا تقارنوا ما بين جيل 98 لمنتخب كرواتيا والجيل الحالي، لكن الجيل الحالي زي ما قلت لحضراتكم في اكتر من تصريح قريناه ان منتخب كرواتيا عنده فرصه ذهبيه لدخوله الى المربع الذهبي بمباراه بكره ان شاء الله امام المنتخب الروسي. وجودين كابتن منتخب اورجواي ومن افضل المدافعين اللي موجودين في البطوله، بيدافع عن حارسه بعد خطا فرنسا، تصرف كبير من كابتن فريق محترم لاعب اتلتيكو مدريد جودين. وجودين بيأدي يعني كاس عالم رائعه مع منتخب اورجواي زي ما احنا قلنا من اقوى خطوط الدفاع واقل الفرق اللي دخلت فيها اهداف. وكين لا نفكر في الفوز بكاس العالم، كالعاده تصريح علشان ينيم بيه وسائل الاعلام وعلشان ينيم بيه منتخب السويد. طبيعي جدا عندهم مباراه بكره مهمه جدا مع منتخب السويد، وبالتالي لازم يكون التصاريح فيها بعض من العقلانيه في الكلام، ما ينفعش اتكلم وخلاص، ده بيزيد من الاحتقان وبيزيد من الحماس، وبالتالي منتخب السويد لما يقرا تصريح زي ده يعني الى بعض الشيء بيبقى فيها نوع من انواع التنويم بلغه كره القدم، وبالتالي اكيد يعني هو متوقعين هنشوف مباراه قويه جدا ما بين ياني اندرسون المدير الفني السويدي وساوث جيت المدير الفني الانجليزي. عندهم لعيبه يعني السويد بالجهد والكفاح والتكتيك، وساوث جيت مع انجلترا مع اللعيبه الشباب اللي موجودين في اقوى دوري في العالم، اعتقد ان هم هيعملوا فارق بكره امام المنتخب السويدي لصالح المنتخب الانجليزي. والفيفا يدعو منتخب تايلاند المحاصر لنهائي المونديال، لفته طيبه جدا جدا من الاتحاد الدولي لكره القدم ب انهم يدعوا المنتخب التايلاندي لنهائي المونديال. دعوه اكيد طيبه، واحنا عارفين ان شعار الفيفا هو الفير بلاي، وبالتالي لفته طيبه من الاتحاد الدولي لكره القدم. والرئيس بوتين يلتقي رئيس الفيفا واساطير كره القدم. الرئيس معانا تليفون، مين على التليفون؟ طيب على التليفون معانا طبعا المدير الفني السابق للمنتخب البلجيكي واحد من اساطير الكره البلجيكيه مستر جورج ليكنز. مستر جورج، جود ايفنينج. جود ايفنينج، ويلكم اند اوف كورس اتس ا بليجر تو هافينج يو اون الاهلي شانل. يا ثانك يو، وي ار فيري هابي بيكوز كواليفايد اجينست برازيل. يس يس اوف كورس اتس ايزي بات ذا كواليفيكيشن واز از ذير اند ناو وي هاف تو بلاي the half final against France. Yes, congratulations for the qualifying to the semi-final against France. Of course, Mr. George, you are the former head coach of the Belgium national team. And of course, I will speak with you about the game. It was between Brazil and Belgium. And I want to know your opinion about the game in general. In general, I think it was a good game. Like we played the first half very good at 0-2. We had a good counter-attack, and I think we finished it very well. We had a little bit luck that we have a very good goalkeeper, Courtois. We didn't yes. give too much away, but he was on fantastic level. And we need the second half. We suffer a little bit because of the midfield. We lost a little bit midfield. And, yeah, you know how it is, 0-2, 0-2, and then that 1-2, and then... Okay, I think we did what we have to do, make this result, and certainly there were a lot of occasions. There was good football for the quarterfinal. There was good football, and certainly I think my young boys, who were 2010 to 2012, are not young boys anymore. They are grown-up boys. They're yes, winners. Yes. And they're getting now on the great level here.
Because I'm very pleased for them. Yes, I will translate to the people who are watching us and I'll be back to you. سألته طبعا مستر جورج لكنز هو المدرب السابق للمنتخب البلجيكي واحد من الأسامي الكبيرة جدا في الكرة البلجيكية أكيد باركت له على صعود منتخب بلجيكا إلى دور قبل النهائي وسألته على رأيه الفني لمباراة بلجيكا والبرازيل واتكلم وقال ان هو سعيد جدا بمستوى منتخب بلجيكا وكمان عندنا حارس مميز جدا اسمه كورتوا كمان اتكلم على الجيل الحالي للكره البلجيكيه ان هو دربهم من 2010 ل 2012 وبيتكلم ان هم وصلوا لاعلى مستوياتهم وبيبارك لهم تاني على وصولهم للقبل النهائي. مستر جورج do you think that Mertens at the beginning of the match and he put off like Carrasco and Mertens and he started with Marouane Fellaini this is good and yes this is good and this has helped Belgium tactic against Brazil yeah I think so because I think Martinez did a very good job to to have a better midfield and there was more balance and also the position of De Bruyne was now more offensive and you saw that when De Bruyne and Hazard were playing not too far from each other it's fantastic also the game of Lukaku was very good And Fellaini is giving you more power, more juice. And Xavi did a good job, defensively strong. At the end, he was tired, okay. It's normal. Therefore, you have a squad of 23 players. Yeah? And yes. I think this is logical that he did this changement. It was well done. It was a good tactical choice, I think, for Martinez. سألته طبعا على بداية تشكيل منتخب بلجيكا أنه طبعا تم الاستغناء عن ميرتنز وعن كاراسكو والاستعانة بمروان فلايني ونصر الشاذلي وقالت له ازاي ساعد ده في تشكيل ميرتنز المدير الفني لمنتخب بلجيكا في الأداء قال لي طبعا ادهم ثبات أكتر ادهم توازن أكتر حرر دي بروين وحرر هازارد من بعض الواجبات الدفاعية ساعدهم كمان طبعا لوكاكو في الشكل الهجومي اللي تابعناه لمنتخب بلجيكا مستر جورج I want to ask you about the head coach before it was always a head coach from Belgium but now we can see a foreigner head coach what is the difference between the foreigner head coach to Belgium and the national one and do you think this is good choice with the squad is Belgium is playing now for is to be a foreigner head coach? Yeah, I think on this moment I was there and my assistant took over, Mr. Wilmots. And the thing is that the players, they all play abroad. They play in big clubs, in Manchester City, Manchester United, Tottenham, Barcelona. They play in big teams and now they are getting from young boys, they're getting older. Get more experience. They're winning more titles. They're winning more cups. They play in Champions League, and this is the experience they have now after all these years. And they had in Brazil in 2014 and 2016 in France. They have a lot of experience, and they went to in the quarterfinal and they went out. Yes. But this is also important. And Martinez, he adapted very well, I think, to the players. Because he was seeing that not only talent is important, but also this making this group more strong and more experienced. And this experience he used well for the national team, and that's the job of the coach. But he did well. He gave also the play against England, third game. He let the boys, who didn't play too much, he let them play. That you have a good group, and then you have a very intelligent group. You have a lot of possibilities. And the higher the group is of talent, the better it is for the coach. طبعا سألته على وجود ميرتنز كمدير فني اسباني ما حصلتش قبل كده مع بلجيكا في الفتره الاخيره وقبل كده كان بيبقى دايما مدير فني وطني. ايه الفرق مع اللعيبه اللي موجوده حاليا في منتخب بلجيكا؟ قال طبعا اتكلم وقال ان في لعيبه دلوقتي اخذت خبرات عاليه جدا وبالتالي لما وجود مدير فني اجنبي مع اللعيبه اللي عندها الخبرات في الاسماء الكبيره اللي في الانديه اللي هم فيه طبعا ده بيساعد المدير الفني ان هو يطبق فكره مع اللعيبه. هو كمان بيقول ان ميرتنز ادى بشكل جيد. Mr. George, what about next game? The next game is against France. It's very hard game. Do you think Belgium can qualify to the final and can play against France good? We know that France have a very good squad, the most expensive squad in the World Cup, but Belgium also have a very good squad. So what do you think? Who can win in the tactics? Yeah,
when you can win against Brazil, you can win also against France. The only thing you have to pay attention, they are other qualities. You know? There are a lot of players that you know very well, all the players you know. And France is another team than Brazil, but it's one of the big favorites also. I think Belgium is now also one of the big favorites. Yes. All teams are out. Germany is out. You know, all the big teams, Spain is out. Argentina is out. Yes. And now I don't see why Belgium can't beat France. I think we have the possibilities. I think our players, they are mentally now very strong. The only thing they have to do is play the same way and believe in themselves and believe that they can do. Belgium was also in Panama not so good. Second game against Tunisia better. And then against England, okay, so they put the second team. And now, they went every game they were better. And against Japan, they had a lot of problems. Belgium had a lot of problems with the 0-2. But they did. They believed in the last second. And now, okay, they qualify against France. I think everything is possible. And I think it's 50 in this chance. سألته على المباراة القادمة، مباراة فرنسا وبلجيكا، مين يقدر يكسب؟ قال لي اللي يكسب البرازيل يقدر يكسب فرنسا، واتكلم على ان اللعيبة لازم تصدق نفسها وتبقى عارفة ان هي عندها عقلية كبيرة تقدر ان هي تتخطى المنتخب الفرنسي، عندنا لعيبة على اعلى مستوى ما تقلش عن المنتخب الفرنسي، وبالتالي هو بيقول ان المباراة تبقى 50-50، وبالتالي اكيد طبعا كونه كبلجيكي بيتمنى فوز المنتخب البلجيكي. مستر جورج، I want to know the story behind the talks with you to be the head coach of the Egyptian national team. Is it true? I don't know because I was, you know, when I was in Tunisia and we were in the same group with Egypt and we were with Senegal, yes, and Botswana, I think. And then we were in the same group. Okay, we were first at that moment with Tunisia. We beat you also, I think. We beat two times in Egypt. Yes. And there was a lot of interest, normally interest before. From the Federation, then you took Cooper, and now I'm free, and then we will see. At this moment, I have no contacts, but it would be an interesting story because I know your team very well. Yes. I know the players very well, and I think it would be a nice possibility. It depends. When the challenge would come, I would say yes. طبعا سالته على مفاوضات او حقيقه مفاوضاته مع منتخب مصر، اتكلم وقال ان احنا كنا في مجموعه منتخب مصر، مصر والسنغال وتونس لما كان مدير فني للمنتخب التونسي، وبالتالي اتكلم وقال ان كان في قبل كده كلام، لكن هم في الاخر اختاروا مستر هيكتور كوبر، ودلوقتي هو كان في منتخب المجر، هساله عليه، هو سابه وهو دلوقتي فري، فهو جاهز لقياده منتخب مصر لو في كلام مع مستر جورج لكنز. مستر جورج، I want to ask you about leaving the Hungary national team. I know that you were the head coach, but you left them. What happened? Yeah, there were some misunderstanding, I think, between and then on that moment, when I feel the confidence is not there on that moment, I discussed with my president and I said also then it's better that we are in separation. And you know, I'm not there for the money. I'm only there for the challenge, and when there's some doubt, from that moment, I said it's better we quit. And therefore, I said I go for a new challenge. I have my experience, and I think I have a lot of experience to form good teams. And I think, you know, you see now Tunisia, they were in the World Cup. You will see my old team, Belgium, was in the World Cup. You know, yes, that this experience I have, and I hope that I will find also a country where I feel good, where I feel at home, and where I can work. سألته على تجربته الأخيرة مع المنتخب المجري، وقال لي إن حصل سوء تفاهم، وبالتالي فضل إن هو يغادر المجر، لكنه اتكلم وقال إن أكيد طموحاته وأحلامه زي ما احنا، هو قال ان هو احلامه كبيره وطموحاته كبيره، قال منتخب تونس دول الولاد اللي انا كنت بدربهم دلوقتي هم لعبوا كاس عالم، شفنا المستوى او شفنا اللعيبه اللي هو كان بيمرنها وصلت لايه، نفس الكلام للمنتخب البلجيكي، اللعيبه دي كلها كان بيمرنها، فبالتالي هو بيقول انا عندي امكانيات عاليه جدا تتناسب في الفتره اللي جايه مع منتخب محترم. مستر جورج، اوف كورس يو واتشد ايجيبشن ناشونال تيم ان ذا وورلد كاب، دي بلايد 3 جيمز، دي لوس 3 games. I want to know your opinion. What do you think about the Egyptian national team, and what was the missing part with Egypt that not helped Egypt to win any match?
Yeah, it's not to me to give critics now. You know, when you're out, there are a lot of things, you know. You have to do this analysis inside. Yes. And it's not a, a coach from outside. So I was not working with your team. I saw your team. And I know, okay, with some small problems with injury and Osala and so on, you know, the stories. Yes. But it's not to me now to judge this. First of all, I hope and I think Egypt has a good team. Normally you have a good team. And it's also, you have a fantastic crowd. You're crazy about football. And I think why we can't come back. You were already there, and now it's back again to fight and to come back. And I think this positive attitude you need to have, and now to work very hard to be back on this level. سألته على رأيه في منتخب مصر، أكيد تابع أداء منتخب مصر في ثلاث مباريات، وقلت له إيه الجزء اللي كان ناقص في أداء منتخب مصر كان يخليه إنه يفوز. كلم وقال إنه أكيد طبعا يعني هو مش عايز يتكلم على أداء منتخب مصر بشكل عام، لكن اتكلم وقال إن إحنا عندنا لعيبة كويسة وعلى أعلى مستوى، لكن إصابة صلاح في بداية المونديال أثرت عليهم، وهو يتمنى في الآخر التوفيق لمنتخب مصر. مستر جورج، World Cup 2018, I think it's good copy until now. You saw a lot of copies before, but I want to know your opinion in Russia 2018. And is it the best copy that Mr. George Likens watched until now, or there is a better one? I think that we have a good World Cup. Yes. At this moment, there are a lot of favorites are out. I think it's also that smaller teams are getting better organized. But also the big teams, they have to know that they have to stay on level. This is that why Spain. Yes. Why Spain and some other countries. Yes. They go out, Argentina, they go out. They have to, okay, they rebuild back again a new team. And you know, it's not your favorite that you can't get out. And there are new teams like France, Belgium. Okay, they were already a little bit favorite. There is, you know, international level is growing, like Champions League. You know, you need your players, they have to play in top clubs. And when the players, they play in top clubs, they can bring your national team also on another level. And that's one of the most important things, I think, your players. Because you saw also when big players, even in Spain and Argentina, they are crying because they love to play for the country. And I like this. I like this. Okay, and now they have bad luck. But at the end, they will come back. Big clubs are coming back. Always, and big countries are always coming back. سألته على النسخة 2018 وقال هي من أفضل النسخ اللي اتفرج عليها ولا لأ، يعني زي ما حضرتك تابعته متكلم عليها، قال 2018 فيها خروج للأسامي الكبيرة والمنتخبات الكبيرة زي منتخب أسبانيا والمنتخب الأرجنتيني، وبالتالي اتكلم قال إن اللي بيميز معظم المنتخبات الصغيرة إن فيها دايما لعيبة بتلعب في أندية كبيرة، وبالتالي ده بيساعد المنتخب بشكل عام. Mr. George, finally, I want to ask you, who will be with Belgium in the final of the World Cup? Do you think England or Croatia? Who you say? Who do you think will play against Belgium? I know that, of course, you will tell me that Belgium will be in the final, or you are hoping that Belgium will be in the final of the World Cup. Do you think that England can beat Sweden and then can beat Russia, and beat Croatia and be in the final against Belgium, or Croatia can beat England and be in the final against Belgium? I think Croatia had a big chance because they are good balance in the team also, and Croatia could be in the final against Belgium, yes. I wish them all good luck, but I hope Belgium will pass it by. Of course. And when they are in the final, they will win the final. They are... Not sure, I'm not 100% sure, I'm 99% sure then. Yes, of course, 99 and a half. Thank you, Mr. George Likens, for being with us on Al Ahli TV.
كان معانا طبعا مستر جورج ليكنز المدير الفني السابق للمنتخب البلجيكي وايضا للمنتخب التونسي اللي كان موجودين معانا في مجموعه منتخب مصر في تصفيات الامم الافريقيه لما كان معانا السنغال وتونس ومصر. وكان اخر سؤال يعني بساله بقول له تتمنى ان بلجيكا تواجه مين في النهائي، هل كرواتيا ولا منتخب انجلترا لو فازوا؟ قال لي طبعا منتخب كرواتيا عنده فرصه افضل من المنتخب الانجليزي عشان عندهم سكواد قوي او عندهم لعيبه قويه في الفتره الحاليه، وهو متوقع ان كرواتيا تلاعب بلجيكا في المباراه النهائيه، واكيد هو متوقع طبعا ان بلجيكا هي اللي تفوز على منتخب فرنسا. ودي كانت مداخله مهمه جدا جدا، بشكر عليها طبعا طاقم الاعداد بالكامل، بنحاول نجيب لحضراتكم يعني مداخلات مميزه واخبار مميزه علشان نكون مع حضراتكم دايما لحظه بلحظه. هنكمل مع حضراتكم باقي اخبار المونديال، وقلنا ان الرئيس بوتين يلتقي رئيس الفيفا واساطير كره القدم. طبعا ما فيش شك ان هي بطوله تقام في روسيا، الفيفا يعني دعا اكثر من لاعب كره قدم سابق طبعا واساطير كتيره جدا، فبالتالي كان لازم يكون الرئيس الدوله المنظمه موجود في الدعوه. ودانيلو خارج حسابات البرازيل في المونديال. والمدير الفني للمنتخب الروسي، الانتصارات في كأس العالم ليست عشوائية، راجل بصراحة بيتكلم بعقلانية شديدة جدا، بيتكلم ان مفيش فوز بيجي في كأس العالم عن طريق الصدفة او عن طريق العشوائية، هتنظم صفوفك صح، هيبقى في نظام داخل الملعب هيحصل من خلاله مكسب، ممكن ده يحصل لكن في الاخر يحصل خسارة، لكن احنا بنتكلم على الاسباب، طول ما انت بتاخد بالاسباب، طول ما بيكون في مقدمات محترمة بيكون في نتائج كمان محترمة. شفنا منتخب روسيا جر المنتخب الاسباني للي هو عايزه، راح لضربات جزاء لعب مع 120 دقيقة، منتخب اسبانيا ما عرفش يجيب هدف، الهدف اللي جه في مرمى روسيا عن طريق او لاعب منتخب روسيا هو اللي احرزه في مرمى. وبطل فورمولا 1 في روسيا لمساندة المنتخب الانجليزي امام المنتخب السويدي، ما فيش شك ان لعبة كرة القدم هي الاولى في العالم وهي اللعبة الشعبية الاولى، وبالتالي هنلاقي ان كل ابطال اللعب الاخرى دايما لما منتخبهم او فرقهم بتلعب بنلاقيهم موجودين كمشجعين، طبعا كداعم قوي جدا للبلد او للفريق، وبالتالي بطل فورمولا 1 دي بطولة كبيرة جدا جدا في العالم، هو انجليزي فهيساند المنتخب الانجليزي امام المنتخب السويدي ان شاء الله بكره في المباراه اللي هتكون الساعه 4 بتوقيت القاهره. وجوزيه مورينيو سيدرب المنتخب الروسي بعد 12 عام، هناخد الخبر ده بعد ما ناخد مكالمه من كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي ولاعب باوك السابق الكابتن مجدي طلبه. كابتن مجدي اهلا اهلا يا عمر، ازيك يا حبيبي؟ ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله يا عمر، الحمد لله، ربنا يخليك. كابتن مجدي طبعا في البدايه يعني اخد بقى حضرتك لاعب سابق فاق واحد من نجوم النادي اليوناني المحبوبين بصراحه في اليونان، عايز اعرف بقى راي حضرتك في مشوار عمرو ورده مع باوك، هل حضرتك بتؤيد ان عمرو ورده يكمل مع باوك ولا يدور على دوري تاني غير الدوري اليوناني؟ والله دي ترجع لعمرو نفسه عمر، هل هو مستريح نفسيا ولا لا؟ انا افضل ان هو لو مستريح نفسيا انه يقضي موسم كمان وبعد كده يشوف اي نادي تاني، انما لو مش مستريح نفسيا خلاص دي حاجه، لان صعب ان انت تبقى مستريح نفسيا في مش مستريح نفسيا في مكان وتادي بشكل بصوره ما الصوره جيده. هل ان لو المطلوب او المعروض عليه تقريبا في نفس المستوى، يعني لو المعروض افضل طبعا ساعتها ناخد قرار بسرعه، انما لو المعروض في نفس المستوى تقريبا لا هيبقى محتاج تفكير شويه. هل يا كابتن مجدي الاجواء اللي موجوده في باوك تتناسب او هو ممكن نلاقي ان طموحات عمرو ارضه باوك واحد، ولا باوك عندهم سيستم مختلف عندهم نظام مختلف كمان موجودين في التصفيات الشامبيونز ليج وبالتالي طموحاتهم هتكون اعلى السنه دي؟ لا باوك طول عمره بيطمع ان هو يخش في مسابقه الشامبيونز ليج او الويفا طب وقتنا احنا اللي هي الاوروبا ليج دلوقتي، هو دايما بيتاهل للمستويات ديت، وهو الموسم بقاله موسمين او ثلاث مواسم دلوقتي خاصه بعد وجود الملياردير الروسي الجديد الروسي اليوناني صاحب النادي الاونر بتاع النادي دلوقتي، تمام. لا والنادي في طفره في طفره اقتصاديه وفي طفره فنيه، بدليل انه واخد الكاس مرتين في سنتين ورا بعض، والسنه دي خسر البطوله باشياء اداريه مش فنيه خالص. مظبوط، تابعنا كلنا طبعا.
تابعنا الموضوع كلنا طبعا. القصه كلها في ان نادي باوك لا طموحاته كبيره جدا دلوقتي، وهو قادر على انه يوصل للطموحات ديت بشكل كبير. اما عمرو بقى عنده الاستعداد انه يستمر في الحته دي ولا لا، دي لازم ترجع لعمرو فقط مش اكتر يعني. طيب اخيرا راي حضرتك في كاس العالم في دور الثمانيه، المباراتين اللي اقيموا اليوم، النهارده شفنا البرازيل بتلعب بلجيكا وايضا فرنسا والاورجواي، راي حضرتك سريعا على اول يوم في احداث كاس العالم في دور الثمانيه. والله الحقيقه الماتشين كانوا في منتهى القوه، خاصه الماتش الثاني البرازيل وبلجيكا قوي جدا، كان سريع جدا والاجوال من بدري، حتى الماتش الاولاني ف في ميزه مهمه جدا دلوقتي شفناها، حتى اللي كانوا بيتفرجوا بيشاهدوا المباراه معايا ملاحظينها وبيتكلم فيها ومبسوطين جدا ان الفرق الكبيره، فرق النجوم الاوحى، النجم الاوحى، فرق النجم الاوحى كلها بتخسر. صح مظبوط، ده شيء جميل جدا وجيد جدا لكره القدم، بس اتمنى ان القائمين على كره القدم يفهموا دوت في العالم، يعني قصدي المسؤولين عن كره القدم في العالم يفهموا دوت، الرعاه يفهموا الكلام ده كويس، ان كره القدم مجموعه مش فرديه، ما هياش لعبه فرديه، ولازم كل حد ياخد حقه، يعني واحد زي هازارد النهارده ليه ما ياخدش الكره الذهبيه في العالم؟ ليه؟ حرام ولا مش حرام؟ لا طبعا، وكيفن دي بروين يا كابتن مجدي كمان واحد من نجوم، يعني وينيستا قبل كده وتشافي وناس كتير، ما انا اقول لسه كتيره. صح، فاللي بيتحكم في الكوره على الاتحاد الدولي انه ياخد وقفه، والمفروض يعني انا ما اعرفش الضغوطات بتبقى موجوده شكلها ايه او الدنيا ماشيه ازاي بتدار ازاي، مش بتاعتي، انما انا بتكلم كلاعب كوره وسابق ومدرب ان لا لازم الامور تضع في نصابها من اجل كره القدم واجل متعه كره القدم في العالم. كابتن مجدي مش هنعطل حضرتك اكثر من كده، شكرا على وجودك معايا على قناه النادي الاهلي. كابتن مجدي طلبة لاعب منتخب مصر ونجم النادي الاهلي ونجم باوك اليوناني كان معانا في مداخله سريعه، كنا لازم نعرف رايه عن مشاركه عمرو ورده، او هل مع استمرار عمرو ورده في نادي باوك اليوناني ولا خروجه لاحد الدوريات الثانيه، زي كلام سمعناه عن وجود مفاوضات في الدوري التركي وفي بعض الكلام على دوري اسبانيا، لكن زي ما احنا بنتابع يعني نادي طرابزونسبور من الانديه اللي عايزه تتعاقد مع عمرو ورده لاعب منتخب مصر ولاعب الاهلي السابق واللي موجود حاليا في الدوري اليوناني. وكمان سالناه زي ما حضراتكم سمعتوا عن كاس العالم، بصراحه كلنا مستمتعين ببطوله كاس العالم وكلنا مشاهدين، كل الناس اللي ليها ولا ملهاش في الكوره بتتابع كاس العالم، واليوم او اليومين اللي فاتوا دول ما كانش فيهم ماتشات كاس العالم، كلنا كنا زعلانين جدا مش عارفين بعد كاس العالم هنعمل ايه، لكن بقى الشامبيونز ليج هي اللي بتصبرنا والدوريات، فنتمنى كده ان الكاس العالم ينتهي على خير ان شاء الله نخش في الدوريات العالميه علشان نتابع بقى النجوم واخر الصفقات اللي هنتكلم عليها في الفتره الجايه. كنا بنقول قبل المكالمة ان مورينيو تصريح بيقول اني هدرب المنتخب الروسي بعد 12 عام. الكلام ده كان مورينيو موجود في روسيا وشاف اولاد صغيرة او جيل من الاطفال اللي عندهم 12 سنة او عندهم 10 سنين في العمر ده، وانه قال ان انا هيجي عليا وقت من الاوقات بعد 12 سنة الولاد دول هيكونوا بيتمرنوا تحت قيادتي وطبعا هيكونوا بيلعبوا في المنتخب الروسي، وبالتالي هو ده معنى انه هيدرب المنتخب الروسي بعد 12 عام. وعمله معدنيه تذكاريه حال تاهل روسيا للنصف نهائي المونديال، عمله معدنيه يعني كوين روسيا هتقرر ان هي تصنعه من جديد بشكل مختلف له علاقه بكاس العالم في حال تاهل المنتخب الروسي لقبل نهائي كاس العالم. انا اعتقد صعب على حساب المنتخب الكرواتي، لكن مفيش حاجة صعبة في كرة القدم. وبوجبا تصريح بيقول نأمل في مواصلة مفاجآتنا في المونديال، عجبني التصريح اللي بوجبا بيتكلم بيه والتواضع، منتخب فرنسا منتخب كبير وبالتالي منتخب فرنسا ما بيعملش أي مفاجآت، ده الطبيعي، أغلى سكواد أو أغلى تشكيلة لاعبين موجودة في كأس العالم هي المنتخب الفرنسي، مليار و200 مليون يورو، وبالتالي تصريح أكيد زي ما احنا ما بنقول دايما أنه تصريح عقلاني من بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد ولاعب المنتخب الفرنسي.
وجماهير أورجواي تهتف للاعبيها رغم الخروج وده اللي احنا تعودناه دايما من الجماهير اللي بتفهم، الجماهير اللي عندها حس كروي كبير، ان هي بتبقى عارفه ان منتخب بلادها ادى بشكل رائع جدا وادى بشكل جيد، لكن الظروف المحيطه هي اللي ادت لخروج منتخب أورجواي. كمان اصابه ادينسون كافاني زي ما احنا قلنا 50% من قوه المنتخب، يعني بيتصاب وقت مباراه فرنسا، لكن مباراه مصر كان سليم 100%. جريزمان الافضل في لقاء فرنسا وأورجواي، انطوان جريزمان لاعب اتلتيكو مدريد ولاعب المنتخب الفرنسي بيفوز بجائزه افضل لاعب في المباراه. وطبعا جريزمان ايضا بيتكلم ويقول فرضنا اسلوبنا على أورجواي ونسعى للقب. طبعا شفنا منتخب فرنسا قدر انه يفرض اسلوبه فعلا على منتخب أورجواي، منتخب أورجواي كان ليه بعض الخطوره اللي موجوده على مرمى منتخب فرنسا، لكن فرنسا في الاخر الاستحواذ، شفنا الاداء الفعال والايجابي كان اكتر للمنتخب الفرنسي. وقالت مدرب اليابان، طبعا ده خبر قلناه قبل كده، لكن كلينسمان احنا قلنا ورينارد من اقرب المرشحين للخلافه، وكلينسمان هو الاقرب لخلافه المدرب الياباني للمنتخب اليابان. وزي ما احنا قلنا ان اليابان عندها خطه واستراتيجيه بتحاول ان هي كل كاس عالم تبقى مختلفه عن النسخه اللي قبليها بسيستم ونظام موجود في دوله اليابان، بيحاولوا يطوروا في التدريب، بيحاولوا ان هم يجيبوا اسماء علشان تنقل لهم فكر. احنا عارفين تقريبا ان كان في زي اتفاقيه ما بين اليابان وبين المانيا في معايير كتيره جدا خاصه بكره القدم، الاتحاد الدولي الالماني بالاتحاد الدولي الياباني، عشان كده هنلاقي ان كلينسمان قريب من تدريب المنتخب الياباني بسبب انه جنسيته المانيه، واحد من نجوم الكره الالمانيه وكان عنده خبره قبل كده مع المنتخب الالماني. وانفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم سعادتي بنجاح تنظيم مثل طفل في متجر الالعاب، طبيعي جدا انه انفانتينو في اول تجربه ليه كرئيس اتحاد دولي، اول كاس عالم يتم تنظيمه هو موجود على ما اتذكر، على ما اعتقد ان هو يتم بالنجاح اللي حضراتكم شايفينه. اكيد طبعا روسيا مقدمه شكل طيب جدا في تنظيم بطوله كاس العالم، وانفانتينو كونه كرئيس للفيفا سعيد جدا جدا بتنظيم هذه البطوله. مدرب البرازيل نيمار نموذج سيء للصغار، يعني صدق بصراحه تيتي بيتكلم ان نيمار مش مثل جيد للاطفال الصغار بعد تمثيله اللي بيكون في كل مباراه، بيتكلم على الحته اللي فيها تمثيل، ان اي حد او اي طفل بيشوف نجم كبير زي نيمار بيحاول ان هو يقلده، وبالتالي تقليد نيمار في الجانب السلبي ما اعتقدش ان هو يكون حاجه جيده للاطفال. وبالتالي تيتي اتكلم عليه بالشكل اللي حضراتكم سمعتوه، قال نيمار نموذج سيء للصغار. وفرنسا قاهر منتخبات امريكا الجنوبيه، بدايه من منتخب بيرو في دور المجموعات الى المنتخب الارجنتيني الى المنتخب الاورجواياني، وفرنسا حظها او كعبها عالي على منتخب أورجواي وعلى قاره امريكا الجنوبيه بالكامل. ارتباك ببطوله ويمبلدون بسبب المونديال، زي ما احنا عارفين ان بطوله ويمبلدون بطوله انجليزيه، بطوله تنس عالميه من بطولات الجراند سلام الكبرى، وبالتالي هيبقى في مشكله ان لو انجلترا الدوله اللي بتنظم البطوله صعدت لدور النهائي هيكون في تغيير في بطوله بقى لها زمان كتيره جدا مواعيد ثابته بمواعيد متحدده، هيكون في بعض الاختلافات اللي لو انجلترا صعدت لنصف النهائي وبالتالي المباراه النهائيه، فبالتالي يعني ارتباك في انجلترا، كل اكيد في انجلترا بيتمنى وصول انجلترا للدور النهائي. والفيفا يعاقب الاتحاد السويدي بسبب عدم الالتزام، ليه علاقه طبعا بجانب المؤتمرات الصحفيه والاعلامي، والاتحاد السويدي يعني في بعض القوانين وبعض الروابط اللي موجوده اللي مش بيلتزم بيها، وبالتالي الفيفا عاقب بعد تحذير اول وثاني وثالث للاتحاد السويدي انه لانه مش ملتزم، وبالتالي في الاخر ادى الى عقوبه علشان خاطر. طيب معانا على التليفون من روسيا الاستاذ نضار النور، مرافق بعثه المقدم في قناه فرنسا 24 واللي موجود مع البعثه الفرنسيه في روسيا. استاذ نضار برحب بحضرتك على قناه الاهلي. مساء الخير كابتن، مساء الخير عليكم وعلى جميع المشاهدين. طبعا حضرتك موجود في روسيا مع المنتخب الفرنسي، فوز مهم جدا لمنتخب فرنسا على أورجواي، صعود المنتخب الفرنسي لدور قبل النهائي لمواجهه بلجيكا. كلمنا عن الاجواء والاحتفالات اللي موجوده حاليا في بعثه المنتخب الفرنسي اللي متواجد حاليا في روسيا.
يعني بدايه البيس انا تركتها ورايا يعني بعد المباراه. الان عندنا سياره شركه موسكو من نجني نجني نوفغورود مدينه اشرف عليها المباراه ما بين فرنسا ونوروغواي. حقيقه نوروغواي دخلت الى المباراه بتفائر بجناح واحد يعني ليس بجناحين يعني ليس بكامل القوه. هذا هو ما حدث للمنتخب الاورجواي يعني بفقدانه لإيديسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان المهاجم الذي يعتبر الحل الوحيد لهذا المنتخب بجانب لويس سواريز. هذا المنتخب يعتمد على طريقه دفاعيه كامله خط الدفاع وخط الوسط تقريبا يدافع بثمانيه لاعبين. ما يحدث بان الحلول تاتي بهذين المهاجمين، عندما يكون بمهاجم واحد يسقط احد الاجنحه ويطير بجناح واحد والطائر الذي يطير بجناح واحد لا يطير لمصر. يعني استاذ نزار تتفق معايا ان غياب إيدينسون كافاني بيمثل حوالي 50% من قوه المنتخب الاورجواياني. هو ليس فقط 50% قد يكون اكثر لانه هو الحل الهجومي، ليس هناك حلول هجوميه على الاطلاق في حاله غياب إيدينسون كافاني لان سواريز وحده بامكان السيطره عليه يعني بوجود الكيكي وفران وانطوني كونتي في قلب في وسط الدفاع الفرنسي. من السهل جدا السيطره على لاعب واحد ولكن لم يكن هناك لاعبان هنا من الصعوبه السيطره على المنتخب الفرنسي الذي قوه ايضا طبعا. يعني دعني اقول لك بان قوه المنتخب الفرنسي هي العمود الفقري حارس لوريس خط الدفاع قلباء الدفاع اتحدث عن فران وانتي وانجولا كونتي وبوجبا طبعا الرجل الذي يلعب في تشيلسي والاخر الذي يلعب في مانشستر يونايتد يعتبران يعني محور ركيزه المنتخب الرمانه المنتخب الفرنسي اضف الى جريزمان وامبابي وجيرو. اذا العمود الفقري مكتمل للمنتخب الفرنسي الاطراف مكتمله. ما كان يفتقده اليوم المنتخب الفرنسي افتقد لبليز ماتوتي الذي كان يلعب على الناحيه اليسار. بليز ماتوتي ابتكر طريقه جديده في كره القدم يعني من المعروف ان هناك بعض اللاعبين يقومون بدور دفاعي وهجومي في ذات الوقت بوكس تو بوكس ولكن ماتوتي ابتكر طريقه اخرى بوكس تو بوكس باك تو بوكس يعني يذهب من منطقه الجزاء الى منطقه الجزاء ويعود الى منطقه طريقي بنفس واحد وهي صعبه للاعبين يعني نفس طويل جدا يمتلك الرجل اكثر من رئه اعتقد اكثر من رئتين يعني قد تكون لديه اربع رئات يعني ما طلع النهارده واتكلم على النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها دي وقال انا عندي رئتين زي كل البشر ما هم عندهم رئتين وكانت لفته طيبه جدا من كانتي طبعا زي ما حضرتك بتقول بيقطع مسافات كبيره جدا جدا في الملعب بيروح ال 18 وبيرجع في نفس الوقت لفريقه في منطقه ال 18 لكن استاذ نزار عايز اسال حضرتك على مواجهه منتخب فرنسا للمنتخب البلجيكا عايز اعرف رؤيه حضرتك هتبقى عامله ازاي كمان هل كان يفضل المنتخب الفرنسي ملاقات المنتخب البرازيلي ولا منتخب بلجيكا ولا مش فارقه معاه اي حد موجود في السيمي فاينل بالتالي هو جاهز لملاقات اي منتخب ايا كان اسمه. يعني بدايه دعني اقول لك ان المنتخب البلجيكي استغل اليوم عدم وجود كاسيميرو وهو الرمان صحيح مظبوط اذا كان كاسيميرو موجود المباراه لن تكون بهذه الطريقه صح واضف الى ان باولينو لاعب مخدر يعني هو مصاب باولينو تماما ليس فقط هو فقط لاعبين يعني كان فرناندينيو ولكن كان باولينيو بنص كلاتش كده يعني مش كامل اصلا كامل القوه الرجل يعني هو في المباراه السابقه وتم تبديله بفرناندينيو وكاسيميرو تلقى بطاقه صفراء ثانيه وهنا في حاله ترقيص بطاقتين من اللون الاصفر هنا تحرم من المباراه التي تعقد. لو كان كاسيميرو موجود لما كان بامكان المنتخب البلجيكي تخطي البرازيل بهذه الطريقه. واذا كان المنتخب البرازيلي قد تاهل وعاد كاسيميرو المنتخب الفرنسي كان قد يعاني كثيرا امام البرازيل. اذا كان من الافضل الان هو هذا افضل حل الان توزيع البرازيل للمونديال حتى تكون الامور اوروبيه محضه يعني زي بيتنا مظبوط والان الاصل المنتخب البلجيكي هو عباره عن كوبو تيست منتخب فرنسا 68 تمام ذات السياسه التي اتبعتها فرنسا في السابق اندماج بها المهاجرين في المنتخب مروان قلياني عندك شادي لديك عديد من الاسماء في هذا المنتخب هي من اصول اجنبيه كامباني اسماء كثيره هي من اصول اجنبيه من ابناء المهاجرين تم ادماجها في المنتخب الوطني وهو شكل جديد للكره البلجيكيه في عام 2014 المنتخب البلجيكي كان هو اغلى المنتخبات في المونديال الان هو يملك من اغلى اللاعبين الموجودين لوكاكو ابن هازار العديد من الاسماء دي بروين مبالغ تتجاوز ال 100 مليون دولار يعني في صفقات الميركاتو. اذا المنتخب البلجيكي يتبع سياسه فرنسا 98 فرنسا تسير على ذات الخط ابناء مهاجرين اندمجوا ويلعبون في المنتخب. اذا هي مدرستان تتشابهان تماما يعني كوفر تيست يعني تمام خطوه الصف
والان المباراه ستكون يعني 50-50، يعني ليس هناك افضليه. المنتخب الفرنسي لديه السرعه، المنتخب البلجيكي لديه السرعه، الكونترا اتاك لديهم الكونترا اتاك، اللياقه البدنيه، التركيز العالي، كل شيء على ما يرام، خاصه ان المنتخب البلجيكي لديه مدرب فرنسي وهو مساعد مارتن. ما انا كنت لسه اقول لحضرتك، تفتكر بقى تفتكر تشيري ده هيفكر ازاي؟ هيفكر انه يبقى مع المنتخب الفرنسي ولا مع المنتخب البلجيكي؟ ده هتكون معضله بالنسبه لي، بس يعني موضوع بروفيشنال يعني. صعبه صعبه استاذ نضار، وجود فرد في منتخب بلجيكي طبعا وبيلاقي منتخب بلاده صعب جدا جدا يعني. طب هل هي ممكن تكون نقطه ضعف للمنتخب الفرنسي وجود تييري أنري مع منتخب بلجيكا، كونه طبعا نجم للمنتخب الفرنسي، هو عارف ازاي منتخب فرنسا بيلعب، ايه هو نقاط الضعف ونقاط القوه، ممكن تكون نقطه ضعف للمنتخب الفرنسي ولا ديشام عنده رؤيه ثانيه؟ صراحة يعني ديدي ديشان هو لديه فكر كروي، يعني هو رغم الاتحادات الكثيرة مظبوط في بعض الأخطاء التي تمت في خلال المنتخب الفرنسي، ولكن هناك فكر المجموعة، هذا الفكر يقوم به المدرب الذي لديه حنكة، إبعاد كريم بنزيما الذي أنا شخصيا واحد من الناس أنتقد هذا الإبعاد. كنت لسه أقول لحضرتك بالضبط بالضبط بالشامبيونز ليج ثلاث مرات، يعني مش من الفراغ، أنت ابن المهنة وابن لاعب كبير هو ربيع ياسين، وتعرف هذه التفاصيل، يعني تعرف يا صديقي ان هذا النوع من المدربين لديهم فكر المجموعة، صح، ليس ان لا يكون هناك خلل صح وتوتر ما بين اللاعبين داخل غرفة الملابس، لان المجموعة هي التي تؤدي، ليس النجم الواحد. ابعاد كريم بنزيما هو هذا رايي الشخصي، انا واحد من الناس اعتقد ان كريم بنزيما هو افضل راس حربة ينفع للمنتخب الفرنسي، هو اصر على اوليفيو جيرو، اصر على هذه الطريقة ابعاد كريم بنزيما، اخي بذلك هو يتحمل المسؤولية، الان بالوصول الى نصف النهائي اعتقد بانه قد كفى ووفى، يعني ليس هناك تقصير، حتى ولو خرجت فرنسا من نصف النهائي هذا هو كان الطموح الفرنسي، يعني الاتحاد الفرنسي كان قد اعلن انه يريد الوصول الى النهائي، الى نصف النهائي، واذا الله وصل النهائي هذا زيادة خير، واذا توجب النقص هذا يعني الطب، يعني هو حلم يعني وحقق للفرنسيين تحقيق اللقب الثاني، خاصة بعد ما خسروا اللقب في عام 2006 امام ايطاليا. ما يحدث الان ان ديدي هو في يعني قائد السفينة، يجب احترام هذا القائد، يجب السكوت تماما، حتى نحن الصحفيين يجب ان نسكت، يعني يجب ان لا نكثر من الانتقادات والقاء اللوم، لانه قد قام بالمهمة على الوجه الكامل، اذا في الوقت الراهن لديه تكتيك واضح، هناك اختيارات كبافار كهرنانديز كجريزمان كبعض الاسماء التي دخلت الى المنتخب لراحه اللاعبين الذين لم يكونوا في يومهم، مثلا سيدي بي جبريل سيدي بي كان هو الظهير حتى هذا المونديال عندما اصيب مع موناكو، ادخل بافار الذي يلعب في شالكا في فريق الماني ولا في الشتر، لا اصلا غير معروف يعني حتى للفرنسيين غير معروف، هرنانديز الذي توج مع اتلتيكو مدريد بلقب الدوري الاوروبي الظهير الايسر حتى هو يعني اصر عليه، لان بنزيما مندي على الرغم من قوته على الرغم من ادائه الجيد الا انه يعود من الاصابه، اصراره في بعض الاماكن في المنتخب اعتقد انه لديه فكر كروي واصر على رايه، ورايه الان هو صحيح لانه وصل الى نصف النهائي، يعني على تصل الى نصف النهائي حتى انا لو انتقدتك ما قيمه هذا الانتقاد له، صح مظبوط، ان تواصل الخطى بطريقه صحيحه وبطريقه ناجحه. استاذ نزار اخيرا، تتمنى مين وجوده في النهائي لو فرنسا صعدت للمباراه النهائيه؟ هل كرواتيا لو فازت على روسيا ولا انجلترا لو فازت على السويد؟ يعني انا ابشرك، يعني هو النهائي انا من اول من يوم ما انتهى دور المجموعات انا كنت اقول ان النهائي فرنسا وانجلترا. الانجليز لديهم راي في هذا المونديال. الكروات لديهم مستوى ثابت، انا حضرت المباراه السابقه هنا في نيزني نوفغرود بين الدنمارك وكرواتيا. على الرغم من إضاعة ضربة الجزاء السابق في أمام شمايكل من مودريتش في الدقائق الأخيرة في الثواني الأخيرة للمباراة، إلا أن الكروات لديهم برود عجيب ويسيطرون على النرفزة ولا يتفاعلون مع ليس لديهم انفعالات شاذة، لديهم انفعالات طبيعية، مكانات عبارة عن مكانات، هم أشبه بالطريقة الألمانية، أعتقد أن الكروات لديهم كلمة، ولكن اتوقع من ناحيتي ان يكون نصف النهائي، دعنا فقط الان نتحدث عن نصف النهائي، ان يكون نصف النهائي كرواتي انجليزي في الوقت الراهن. عقب ذلك يكون حديث في الحديث بامكان ان شاء الله على النهائي بعد ان يتاهل وتتاهل فرنسا الى النهائي اذا تاهلت. استاذ نضار ان شاء الله هنكون مع حضرتك على مكالمه ان شاء الله، ونبارك لك على صعود منتخب فرنسا للنهائي، وايضا عشان نتكلم على المباراه النهائيه. استاذ نضار نور بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معايا على قناه النادي الاهلي،
اتكلمنا معاك على رأيك في مباراة فرنسا وأورجواي، وأيضا في رؤيتك لمباراة فرنسا وبلجيكا. لسه مكملين مع حضراتكم في أخبار المونديال، وخبر طريف: الحشرات أزعجت لاعبي فرنسا وأورجواي في ملعب نوفوغرود. نوفوغرود الملعب اللي كان بيتلعب عليه مباراة اليوم كان مليء بالحشرات، ولاحظنا في بعض كده المواقف وبعض الكاميرات اللي اخذت لقطات ان في بعض الحشرات ضايقت لاعبي المنتخبين. واوسكار تافاريز يعادل رقم زاجالو في المونديال ب 20 مباراه في قياده منتخب واحد في المونديالات، او عدد مشاركاتهم في المونديال وصلت ل 20. تافاريز 12 سنه مدير فني للمنتخب الاورجواني، بيعادل رقم زاجالو المدرب الكبير السابق للمنتخب البرازيلي. والفيفا احتفلت بمكافحة العنصرية قبل مواجهة فرنسا وأورجواي. شفنا لقطة قبل المباراة ان لاعبي المنتخبين بيتصوروا في مع بعض تحت عنوان واحد: لا للعنصرية. وايضا كمان في مباراة البرازيل والبلجيكا نفس السيناريو، بيتصوروا اللعيبة كلها مع بعض تحت يافطة او كلمة واحدة وهي لا للعنصرية. اما بوتين او الرئيس بوتين المونديال ساعد على تحسين صوره المنتخب الروسي، كلام في محله قبل كاس العالم كله كان بيتوقع خروج المنتخب الروسي من دور المجموعات، وكمان انه ما كسبش في ولا مباراه وديه استعدادا لكاس العالم، كان يبشر ب يعني خروج المنتخب الروسي في دور المجموعات، لكن بيخلف كل التوقعات وبيتواجد في دور الثمانيه وبيخرج منتخب كبير زي المنتخب الاسباني. ومدرب روسيا تصريح بيقول: اخشى من احلام اليقظه. طبعا حلم كبير جدا بالنسبه له انه يكون موجود في دور قبل النهائي، كمان في دور الثمانيه. هنشوف روسيا هتكمل في المونديال ولا هيكون اخر لقاء ليها امام كرواتيا غدا ان شاء الله. واسكولاري عن نيمار: لن يكون مثل بيليه. كلام كتير وعن مقارنات ما بين نجوم والأسطورة البرازيلية بيليه. فسكولاري من الناس اللي قالوا ان نيمار مش هيكون زي بيليه، يعني اكيد احباط لنيمار، لكن الناس بره بيكون دايما عندها صراحة شديدة شوية. اما مارادونا بقى قبل المباراة كالعادة، مارادونا احنا عارفين انه دايما تصريحاته تبقى مختلفة عن كل الناس، بيبقى دايما مميز. فقال ايه مارادونا؟ قال: البرازيل الاقرب للقب ونيمار حيرنا. طبعا البرازيل خرجت من كاس العالم، ونيمار هو مش محيركم، حير كل الناس اللي بتتفرج عليه. وشفت النهارده الحكم كان يعني الحكم كان قاسي عليه شويه في بعض القرارات، لكن يستاهل كل ده، يستاهل بسبب خلاص ان كل الحكام اخذت حذر ان نيمار بيمثل، وبالتالي شفنا اكتر من كوره الحكم ما ادالوش فيها ولا اي حاجه. ايضا لسه مع مارادونا بيعتذر للفيفا عن انتقاد التحكيم. احنا قلنا ان مارادونا انتقد التحكيم بشكل سيء والفيفا حذره، وبالتالي مارادونا بيعتذر. زلاتان ابراهيموفيتش بيقول: ولماذا لا تفوز السويد بالمونديال؟ زلاتان لما بعد عن منتخب السويد ربنا كرمهم وفتح عليهم وموجودين في دور الثمانيه وعندهم مباراه امام انجلترا، مباراه صعبه، لكن منتخب السويد مع ياني اندرسون ومع السكواد اللي موجود لو ما بقاش منتخب النجم الاوحد بقى منتخب ليه شكل وليه اداء، وبالتالي ممكن فرص السويد تكون قويه. احنا مش عارفين على الورق بنقول انجلترا، لكن كره القدم كل شيء وارد فيها. وياني اندرسون مدرب السويد مواجهه انجلترا تعيد لي ذكريات جميله، بيتكلم على ان دايما هو صغير كان بيتفرج على مباريات في الدوري الانجليزي او مباراه بيشارك فيها المنتخب الانجليزي، وبالتالي منتخب انجلترا بالنسبه له كان حلم ان هو يلعب امامه، كمان مش لاعب كره قدم، لا يكونه كمدرب منتخب السويد. وهيدنك المدرب الهولندي والمدرب السابق لنادي تشيلسي بيقول ان البرازيل الاقرب للقب روسيا. للاسف كل التوقعات يعني في 2018 روسيا كل التوقعات غلط، ما حدش توقع بعد كده احنا نسيب المباراه والنتيجه اللي تنتهي بيها هي دي اللي هتكون المباراه اللي اتحسمت بالنتيجه اللي هتشوفوها، زي مباراه بلجيكا وبرازيل. برازيل يعني كله توقع البرازيل قبل المباراه، لكن بلجيكا بالجهد والكفاح والعرق، وزي ما احنا متفقين الشعار بتاعنا من اول كاس العالم هنا في المونديال ان المنتخبات المجتهده هي اللي بتوصل، هي اللي تتفوق على منتخبات النجم الاوحد، وبالتالي منتخبات النجم الاوحد كلها خرجت من بطوله كاس العالم. وصفقه القرن تغطي على صحف ايطاليا، صفقه القرن في ايطاليا اكيد رونالدو، وكلام الحديث عن انتقاله الى نادي ليفنتوس لسه هنشوف، مفيش حاجه رسميا، كل واحد كل صحفي مجتهد بيقول على حسابه الشخصي على تويتر او على منشطات في الصحف الايطاليه زي جازيتا ديل سبورت وكاريرو ديل سبورت، بيقولوا انه خلاص رونالدو على بعد خطوات من الانتقال الى نادي يوفنتوس. لسه هنشوف هل
يعني ريال مدريد هيتخلى عن التاريخ كون طبعا رونالدو واحد من اساطير ريال مدريد واللي ليهم فضل كبير جدا في الطفره الاخيره اللي بيمر بيها فريق ريال مدريد. وماتيوس بيقول ان البرازيل وانجلترا طرفها في النهائي، في واحده منهم خرجت، هنشوف بقى ماتيوس ايه نظام انجلترا، هيكمل ولا ماتيوس هيكون وش وحش على المنتخبين. والبريمير ليج يسيطر على ربع نهائي المونديال. اكتر لعيبه موجوده حاليا في ربع المونديال او ربع نهائي المونديال هو لعيبه من مان سيتي وتوتنهام والمان يونايتد، ثلاث لعيبه دول، في لعيبه كتيره جدا بتلعب في ثلاث انديه موجودين في ربع النهائي، وبالتالي الدوري الانجليزي دايما هو الاقوى في العالم، وبالتالي اكتر لعيبه موجوده فيه من جنسيات مختلفه ونجوم منتخباتهم موجودين في الدوري الانجليزي. وطبعا عن توقعات الماتشات، يعني معانا طبعا ايه، يعني في بغبغانات بتتوقع ودلافين بتتوقع، يعني كاس العالم بيبقى حدث تاريخي كل اربع سنين، فبالتالي كل واحد بيجتهد ليه انه يروح ورا حته معينه. فمثلا على سبيل المثال خبر في بغبغان اسم نيوتن ده تنبأ بفوز فرنسا على اوروجواي فتوقعه طلع صح. الدولفين الثاني او التوقع الشكل الثاني ان هي ان الدولفين او توقعت فوز روسيا على كرواتيا. هنشوف مباراه روسيا وكرواتيا، البغبغان كسب لسه هنشوف الدولفين هل هو هيكسب ولا توقعاته هتكون خطا. ورسميا خبر اكيد فرح كل عشاق نادي يوفنتوس وكل عشاق جيان لويجي بوفون ان رسميا بوفون في نادي باريس سان جيرمان. كونك انك تشوف نجم انت بتحبه موجود لسه في الملاعب الاوروبيه والعالميه اكيد اكيد يفرحنا. والفيفا يحذر حارس كرواتيا يعني بعد ما بين تيشرت كان مرسوم عليها صديق عزيز ليه كان توفى، فالفيفا بيحذره بيقول له ما تعملش كده تاني. واخيرا واخر خبر معانا شكوك حول مشاركه جيمي فاردي امام السويد. كده كده فاردي مش بيشارك، موجود مش موجود، اعتقد ان منتخب انجلترا عنده سكواد كله على اعلى مستوى. كده خلصنا مع حضراتكم اخر الاخبار اللي موجوده على الساحه العالميه والخاصه بكاس العالم، وكمان استقبلنا ثلاث مكالمات مهمين جدا 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 اتكلمنا من خلالهم على الاراء الفنيه الخاصه بكاس العالم وايضا عن الرؤيه المستقبليه في دور قبل النهائي. هنروح لفاصل سريع ونرجع نستقبل ضيفي وضيف حضراتكم الاستاذ محسن مملوب نائب مدير تحرير الاهرام الرياضي. الاهلي وصلنا للجزء الثاني من حلقه اليوم اللي فيها مشرفني ومنورني فيها الاستوديو ضيفي وضيف حضراتكم الاستاذ محسن مملوم نائب مدير تحرير الاهرام الرياضي. استاذ محسن اهلا بك يا كابتن عمر. منور. بنور حضرتك. اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله. كله تمام؟ تمام. شفنا طبعا مباراه او تابعنا مباراه بلجيكا والبرازيل، يعني مباراه كانت قويه جدا. كان في ناس متوقعه وصول بلجيكا، لكن الطبيعي ان البرازيل بالاسم الكبير بالتاريخ الاكبر بلعيبه موجوده كمان على اعلى مستوى خرجت من بطوله كاس العالم، بتكمل سيناريوهات خروج المنتخبات القويه، وان دايما المنتخبات الجماعيه بيبقى ليها دور اكبر وبتبقى ليها باع اطول في بطوله كاس العالم روسيا 2018. مظبوط، بس هو عايز اقول لحضرتك ان احنا اعتقدنا هنا ان المفاجات خلاص انتهت في كاس العالم. خلاص بقى احنا دخلنا في ربع النهائي، فتبقى الدنيا الفرق الكبيره بتركز اكبر، لكن يبدو ان البطوله دي تحديدا في رايي الشخصي ان هي من افضل بطولات كاس العالم على مر التاريخ، ان هي من بدايتها من قبل ما تبدا وهي يعني خدت لقب المفاجات ده او يعني لقب بطوله المفاجات. طب قبل ما تكمل، ايه البطوله اللي كنت بتحبها كاس العالم قبل 2018 او اللي شايفها اقوى؟ طبعا كانت 86 و94. 86 86 طبعا عشان ده مونديال مارادونا. انا مواليد 88 احنا لا عشان ده كاس العالم اللاوعة عليه يعني. فطبعا مارادونا كان مبدع في هي بطوله مارادونا او البطوله الاخيره في التاريخ اللي جابها لاعب غير كده خلاص. البطوله دي حتى عكس 86 بالمناسبه في الفكره دي، يعني حتى كان الكابتن مجد هربه كان قال مع حضرتك من شويه في المداخله ان هو دي اللي بتضرب الفرق اللي هي اللي بيشيلها لاعب او النجم الاوحد، ده صحيح على كل المستويات. خليني بقى اكمل لك بقى اللي كنت بداته، ان هو البطوله دي من قبل ما تبدا وهي بطوله المفاجات، لا في ايطاليا ولا في هولندا. اول ما بدات كمان في الدور الاول بتطيح بالمانيا المرشح الرقم واحد للبطوله، كمان بتكمل بالبرازيل بالارجنتين وبعدين بالبرازيل يعني اسبانيا واسبانيا طبعا في دور ال 16. لا بطوله غريبه في كل حاجه. ان النهارده
كمان في حاجه النهارده حصلت ان هو خرج الفريقين الوحيدين اللي كانوا في الدور ربع النهائي من امريكا الجنوبيه، اورجواي والبرازيل. بقت البطوله كده صافي خلاص لكل الفرق اللي موجوده كلهم من اوروبا بعد ما كانوا 8 فرق اوروبيه. عمرها ما حصلت في التاريخ ان يبقى المانيا ولا البرازيل ولا الارجنتين طرف في نصف النهائي دي. فدي صحيح يعني ده مثلا يدل على ايه؟ يعني عدم وجود فرق غير من قاره اوروبا زي امريكا اللاتينيه وزي اسيا وزي وزي. ده معناه ايه؟ ان الكره الاوروبيه خلاص او اللعيب دلوقتي اللي محترف في الدوري الانجليزي مع الفرقه اللي بيلعب ليها بيقوي منتخبه بشكل كبير، عشان كده كل البلاد دايما بتخلي اللعيبه تسافر وهي صغيره وتحترف وتكمل في طريقها. ده صحيح، بدليل ان السبوت الجامد اللي كان معمول على منتخب مصر في البطوله دي تحديدا كان معمول بسبب محمد صلاح. وبنقول 5 محترفين في البريمير ليج، بس ابرزهم طبعا كان كابتن محمد صلاح بسبب النجاحات اللي حققها في ليفربول، والناس كانت بترشحه نجوم البطوله. حتى بتشوف كل الصحف العالميه لما بتيجي تتكلم على البطوله دي قبل كاس العالم كانت بتحط نيمار، بتحط رونالدو، بتحط ميسي ومحمد صلاح. حتى لما بدات تعمل وداع للفرق اللي طلعت عملوا وداع كان من ضمنهم محمد صلاح. يعني لما في الجرافيكس كان متعمل في الشوارع كان في من ضمنهم محمد صلاح. معلش احنا قبل كده حتى لو كنا بنترشح، حتى لو ترشحنا قبل كده ما كانش هيتعمل ده، ما كانش عندنا نجم بارز. يعني ما عندناش نجم عالمي، ممكن يكون نجم هنا في اهلي في زمالك لكن ما عندناش نجم عالمي. في 90 لو تتذكر كان النجم الوحيد المحترف كان الكابتن محمد، كان مجدي عبد الغني. كان عندنا 2، مجدي عبد الغني وكابتن مجدي طلبه بالظبط، هو الاثنين بس. حضرتك يعني يعني انا هاخد مع كلام حضرتك، طب هل حضرتك شايف ان دايما منتخب مصر بينجح في ظل اللعيبه؟ يعني احنا عكس الناس بننجح مع اللعيبه المحليين اكتر، لما بيكون عندنا لعيبه محترفين حضرتك شايف يعني بيحصل لنا اخفاقات؟ لا هو عارف زي ايه، احنا المره دي كان المفروض يبقى عندنا افضل، المفروض طبيعي، بس طبعا ضيعتها حاجات كتيره، منها خلينا نتكلم بصراحه يعني سبوبه المنتخب كلها خدها ان هو سبوبه. احنا مش هناخد كاس العالم، مش جايين، ما حدش مرشحنا اصلا، فبيسترزقوا على قد ما يقدروا. حصل التهريج اللي حصل، التهريج اللي حصل في ملهاش اي تفسير غير الناس خدتها سبوبه خلاص. ده كاس عالم بقى، مش يعني احنا مش هنعمل حاجه، يعني مش يعني احنا جايين ناخد كاس العالم، احنا جايين نكسب اسبانيا، احنا جايين نكسب مش عارف. ده المعتقد اللي حط في دماغهم، بعكس الجيل اللي حضرتك تقصده اللي هو مثلا جيل 2006 و8 و10 اللي هو اكل الاخضر واليابس و98. لا 90 ما كانش فيه خلاص بقى، ما كانش فيه. على اللعيبه اللي ما كان عدد اللعيبه المحترفه كانت اقل، بس ساعتها ما كانش فيه الرعاه والارقام اللي بنسمع عنها دي خلاص. ده كانت البطوله بتتذاع عادي في الاولى والثانيه، ما كانش فيه الزخم اللي موجود دلوقتي، الزخم الاعلامي الفضائي الحقوق الماتشات، ما كانش فيه ساعتها ماتشات مشفره، ما كانش فيه رعاه على اللاعب يتصور ايه وما يتصورش ايه. لا طبعا في فرق، حتى في جيل 2006 و2008 زي ما حضرتك قلنا، يعني 2010 لما كل افريقيا كده بالمعنى الكروي، المعنى الكروي صحيح، ان برضه ما كانش فيه سبوبه، كانت خلاص هم بيحاولوا يعبروا عن نفسهم قدام عمالقه القاره. خلي بالك هم هزموا الكاميرون بصامويل ايتو، هزموا كوت ديفوار بدروجبا. المباراه دي تحديدا مباراه يعني لو اتعدت 1000 مره هي مش مباراه، هي مباريات. لا انا بتكلم على 2008 مباراه مصر وكوت ديفوار لما كسبنا كوت ديفوار 4-1. المباراه دي يعني حضرتك كنت بتلعب وحوش افريقيا. ايوه لو تتذكر يعني قبلها هم كانوا كسبانين، مش فاكر كان مين يا ربي، وتاهلوا على حسابهم فراعه. دروجبا عامل لقطه شهيره بتاع هل من منافس، فجاله المنافس وهزمه بالاربعه حتى هو فشل يسجل في عصام الحضري. طبعا مباراه للتاريخ، البطوله كلها للتاريخ، يعني البطوله كلها للتاريخ. يعني حتى تتذكر كابتن وائل جمعه في احد المشاهد في المباراه النهائيه الدم سال وكمل، يعني في لقطه كده كان لاعب منتخب الكاميرون ضربه بالكوع واللقطه موجوده يعني، وكمل كان دمه شغال، مع ان ده ضد القانون يعني، يعني الحكم المفروض يوقف اللعب لحد ده يتعالج، ما عملش ده وكانت النتيجه 1-0 لمصر ولا حاجه، كانت لسه 0-0. هل يا استاذ محسن اللعيبه اللي بتصنع مدرب ولا المدرب اللي بيصنع لعيبه؟ مقارنه بجيل 2006 8 10 مع كابتن حسن شحاته وجيل 2018 مع مستر هيكتور كوبر. لا اصل الجيل بتاع 2008 و10 ده كان جيل استثنائي، يعني عارف انت بتبقى طفره، احنا كان عندنا طفره، انت لعبت البرازيل واهنتها قدام العالم كله، وانت هزمت ايطاليا بطل العالم في كاس القارات. يعني لو كوبر هو مدير فني للجيل ده كان ايه اللي ممكن يحصل؟ ده اللي عايز اسال حضرتك السؤال ده. لا لا كانت بالتاكيد النتائج ما كانتش بالشكل ده. يعني انا عجبني مثلا على ذكر هعمل لحضرتك ربط بسيط، كان الكابتن حسن شحاته كان دايما يقول للعيبه ايه؟ العبوا استمتعوا، العبوا للعب، متع نفسك. نفس الكلام اللي بيقوله مارتينيز للاعيبه بلجيكا. يمكن لو تتذكر مش النهارده، احنا بنرفع القبعه لبلجيكا من المباراه اللي فاتت لما عمل ريمونتادا قبل النهايه ب 20 دقيقه او 22 دقيقه، مغلوب 2-0 قدام فريق اليابان. فريق اليابان اي نعم مش قوي، ولكن سلاحه وراس ماله الوحيد هو السرعه. اليابانيين معروفين بالسرعه،
والجري والنظام في الملعب. مغلوبين 2-0 وتشوف حتى الفريق ما عندوش لهوجه، ما عندوش. حتى النهارده كان البرازيل مستعجله، نيمار بيحاول يمثل، ممكن يكون لهم ضربه جزاء، يعني ده وارد. لكن هم منتخب بلجيكا مغلوب 2-0 واللعيبه ما توترتش، بتلعب عادي، بتلعب عادي، لان هي في النهايه جون، لو جاب جون يقدر يجيب الثاني، وده اللي حصل، بل وجاب الثالث كمان في الوقت الضائع، ما سمحش الاكسترا تايم. ده اللي عمله مارتينيز. وحتى لما قالوا له قبل مباراه البرازيل بتاع النهارده دي، لما بيقولوا له انت البرازيل اوفر حظا، خلاص هو رفع الضغوط عن كل لعيبته وقال له طبعا البرازيل بتتفوق علينا وهي الاوفر حظا، لكن انا بقول للاعيبتي العبوا، ليس لدينا ما نخسره. هو ده سر تفوق منتخب بلجيكا النهارده. منتخب بلجيكا عنده جيل بالمناسبه يعني نادر جدا. انت بتتكلم على ما كناش بنفتكر لاعب يا اخي من منتخب بلجيكا ده. النهارده انت عندك ايدن هازارد، عندك لوكاكو، عندك دي بروين، كامباني، يعني بصراحه حتى حارس المرمى، لا بصراحه بسم الله ما شاء الله. فريق يعني في رايي ان هو ينتزع لقب برازيل اوروبا من البرتغال، اللي هي مع يعني كان اللقب ده كانت واخداه لو تتذكر ايام طبعًا. لويس فيجو بقى ورونالدو في بداياته، كوستا كورتا اللي هو الجيل السابق طبعًا. لكن دلوقتي خلاص ما بقاش ده موجود بمنتخب اوروبي بنكهه برازيليه، او يعني الناس بتحب بلجيكا برازيل. ده صحيح. ما هو منتخب البرتغال تراجع اداؤه شويه عن الامتاع اللي كان كلنا بنشوفه. ايوه حتى لما كسب 2016 يورو 2016 في فرنسا ما كانش ما امتعش، صح؟ يعني هو فاز كده وخلاص، ما تعرفش فاز ازاي، زي ما فاز فريق فريق اليونان لو تتذكر بطوله 2004 فاز ولا على حساب البرتغال على حساب البرتغال في الافتتاح وفي النهايه برضه بالمناسبه. لكن فمنتخب بلجيكا انا شايفه اتمنى له بصراحه ان هو يكمل، رغم ان هو هيقابل فريق منتخب فرنسا، فريق قوي جدا، لكن هو بصراحه يستحق وعمل تخطيط صح يا استاذ محسن. لدوله بلجيكا في قطاع كره القدم وفي مجال كره القدم، هو ده اللي خدهم للمكان اللي احنا شايفينهم فيه دلوقتي، ان هم من 10 سنين بداوا ان هم تخطيط للعيبه، لدوري، للسماح لمعظم اللعيبه اللي موجوده حاليا دلوقتي انها تسافر اوروبا وتبدا انها تكبر. هل هو ده السبب في ان بلجيكا موجوده دلوقتي في قبل نهائي مونديال 2018؟ ده احد الاسباب. وما ننساش حاجتين كمان، يعني هم ثلاثه، الفكر ده بتاع اتحاد الكوره عندهم اللي هو طبق ده وبدا يجني ثماره او بيجني ثماره حاليا. الحاجة الثانية بصراحة طفرة اللعيبة زي ما قلت لحضرتك، يعني طفرة اللعيبة دي ما كانتش موجودة بهذا الزخم في المنتخب البلجيكي قبل كده. أتذكر منتخب بلجيكا دخل المربع الذهبي لكأس العالم كان آخر مرة تقريبا سنة 86 في المكسيك، وكانوا اتغلبوا في قبل النهائي طبعا هزيمة. أنا فاكر ماتشه كانوا اتغلبوا من مارادونا فعلا، من مش من الأرجنتين، من مارادونا 2-0 هو اللي جاب الجونين. حتى افتكر اتذكر جون منهم، يعني لعيبة المدافعين بتاع بلجيكا كانوا عايزين يعرقوا له، برضه يعني كان هيقع وبرضه جاب الكورة. كان فاكر الهدف يعني ده. فاكر الهدف. فالجيل ده يعني هو طبعا اللي حصل ده الناس بتقول ان هي مفاجآت وانجاز، لا اللي على الارض الواقع اللي احنا شايفينه مش مفاجآت ومش انجاز طبعا، لكن انا مش شايفها مفاجأة. هم البرازيل ما قدمتش اللي تستحق عليه. يكفي ان النهارده زي ما قلت الحركة عيد كلامي تاني، منتخبات الفريق اللاعب الواحد كلها بتخرج، رونالدو، ميسي، وادي نيمار، وطبعا المانيا مش هنتكلم عليها لانها خرجت بدري خلاص. لكن لما تيجي النهارده تتفرج على نيمار بيعمل، نيمار قاعد بيمثل، يعني ما يعني كان في تصريح حتى ان احد افراد الجهاز الفني قال لك ده مثال سيء، نموذج سيء للاطفال الصغيرين، انت عمال تمثل، حتى تقعد تضحك على السوشيال ميديا، عاملين له فيديوهات كلها غريبه. يا استاذ محسن ان هو بيمثل وان الفار او تقنيه الفيديو موجوده، يعني امر غريب جدا. نقطه الجزاء اللي عمال ينادي بيها الكلام ده يعملوه لعيبه مغموره، يعني حتى ما تعملوش لعيبه بلجيكا. لما انت تطلع انت نيمار المرشح، العالم كله مرشحك ان انت تستلم اللواء النجومي من رونالدو وميسي اللي هم خلاص بقى بداوا يهبطوا، وانت المفروض تخش، انت ما دخلتش، انت قاعد بتمثل. فللاسف الشديد طبعا كانت نهايه طبيعيه للمنتخب البرازيلي. انا بصراحه شايف انه ما قدمش حاجه حتى من بدايه البطوله، يعني هو ما كانتش مفاجاه. انت عارف ان هو تعادل مع المكسيك،
لا منتخب منتخب البرازيل تعادل مع سويسرا اول مباراه مع سويسرا, تعادل مع سويسرا كسب كوستاريكا وكسب صربيا يعني برضو ما عندوش او ما قدمش اللي يستحق عليه للامانه يعني. تعرف ان تييري أنري لاعب البرازيل ثلاث مرات, مره في 98 كان لاعب وتفوق عليها وتفوق. مره في 2006 تفوق هو اللي جاب الجون ومدرب في 2018 بيتفوق على البرازيل. فتييري أنري حظه قدام البرازيل بسم الله ما شاء الله صحيح يعني هو متألق حظ, بس المره ده يبقى حظه سيء جدا ان ما هو انت لسه هتكلم معاك بقى لسه هتكلم معاك على مباراه, بس ناخد الاول ايه نروح لفرنسا واورجواي يا استاذ محسن. طبعا حضرتك فرنسا اغلى تشكيله موجوده في كاس العالم ماشي, عندها مليار و200 مليون يورو لعبت في دوري في دوري المجموعات ما اقنعتناش يعني احنا كمشاهدين ما اقتنعناش بمستوى فرنسا, لكن اخذت اللي هي عايزاه من المجموعه وصعدت. لعبت امام الارجنتين متعتنا, والنهارده امام اورجواي اخذت اللي هي عايزاه من المباراه باقل مجهود. هل حضرتك شايف ان فرنسا عندها شخصيه البطل اللي تقدر تخليها بطل كاس العالم 2018 بالمجموعه اللي موجوده مع ديشامب, ولا ممكن يحدث زي ما حصل في نهائي اليورو الاخير فرنسا خسرت قدام البرتغال بنتيجه 1-0 وبالتالي خسرت لقب كان على ارضها وسط جمهورها؟ اللي يحصل ايه الله اعلم, لكن انا بقول لحضرتك عندها اللعيبه عملوا, بالمناسبه يعني مش عايز اربط قوي, بس عملوا اللي كان المفروض لعيبه مصر يعملوه اللي هو يتمردوا على فكر المدرب. يمكن حتى عصام الشوالي كان بيقولها في اخر ماتش اخر مباراه من السعوديه, قال لي يا جماعه يعني بطالب لعيبه منتخب مصر يتمردوا على فكر المدرب كوبر اللي هو بيدافع اللي هو مش مناسب. هم بيعملوا نفس الكلام يعني. عايز اقول لحضرتك ان في غضب او في 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 عدم رضا على ديدي ديشامب في قيادته للمنتخب الفرنسي. مظبوط. حتى الناس بيقول لك فيراري بدون سائق. هم الفيراري بيعرف بقى الطريق خلاص, ما هو ده فريق كبير, دي مثل الفرق الكبيره, فريق فيه جريزمان في بومبالي يعني لا ده فريق عنده شخصيه, فريق عنده شخصيه, فريق منتخب فرنسا عنده شخصيه. حضرتك بتقول انا ما اقنعكش في دور المجموعات, ما اقنعكش لان هو ما قابلش فرق قويه يعني. انت الاختبار الحقيقي والقوي لمنتخب فرنسا كان قدام الارجنتين في دور ال 16 لما كسبوا 4-3, والنتيجه كمان لا تعبر عن سير المباراه. ده هم يستحقوا يكسبوا 5-6 يعني قدروا, هم لم يفوزوا على الارجنتين, هم اهانوا الارجنتين رغم ان النتيجه فرق جون صح. لكن هم عملوا ده النهارده قدام فريق مش سهل. هم كمان يعني كانوا محظوظين شويه على الفرق صح. امريكا الجنوبيه كسبوا بيرو في مجموعتهم, بيرو والارجنتين والارجنتين ثم امريكا الجنوبيه ثم اورجواي, الثلاثه من امريكا الجنوبيه. اورجواي النهارده يكفي ان سواريز ما لمسش كوره داخل منطقه الجزاء يعني, ده برضو تحسب ليهم. هم بالمناسبه كانوا خرجوا في دور ال 16 البطوله اللي فاتت او ربع النهائي بخطا من فاران. النهارده فاران هو اللي سجل الجون الاولاني يعني هدف رائع. على فكره استاذ محسن نادرا لما تلاقي منتخب اورجواي في البطوله او بشكل عام يخش فيه هدف عن طريق كره عرضيه. هم طبعا من اقوى, هم داخلين دور 16 باقوى خط بالظبط, ما دخلش فيهم الا جون وهدف واحد في مباراه البرتغال والنهارده هدفين. ففاران طبعا نقطه كبيره جدا, نقطه تحول لاداء المنتخب. مش هنتكلم طبعا عن الجون الثاني, الجون الثاني ده خطا الحارس طبعا, لكن الجون الاولاني طبعا لما استاذ محسن الجون الثاني انا شفت الكوره رايحه يعني مغيره اتجاهها في الهواء يعني. انا لما الكاميرا عادت الكوره من ورا, بس ده وارد طبعا في كره القدم, بس هل يعني حارس المرمى بقى يعني كان يعني اكيد اتكررت في نهائي تشامبيونز ليج وشفنا حارس ليفربول لما حصلت معاه. بس انا شايف ان المقارنات ما بين الكورتين لا, كره جريزمان اصعب بكتير, كره جاريث بيل ما كانتش راحه بالقوة يعني بخوض جريزمان. جريزمان طبعا دي حاجاته يعني ان هو بيحط وش رجله وتغير اتجاهها, دي اعتقد اي بس ما يخطاش الخطا ده هو قله التركيز من الحارس في اجزاء من الثانيه يعني. النهارده حضرتك ذكرت الحارس ليفربول في ماتش في النهائي ده هو اللي هزم فريقه, المغلوبين 3-1, جونين غلطتين منه فيعني النتيجه الطبيعيه 1-1 مش 3-1. كذلك برضه هو النهارده هو ما هزمش فريقه, بس هو قضى على احلام اورجواي من 1-0 2-0 طبعا, من 1-0 2-0 خلاص والوقت في المباراه او شكت على النهايه, فخلاص انت هتعمل ايه؟ ده يمكن اللي ابكى المشجعين وابكى المدافعين. شفنا الطفل الصغير اللي ابكى طبعا قمه الانتماء, وده عمل حتى رواج على السوشيال ميديا, الناس قعدت تتريق على بعض لاعبتنا اللي قاعدين بيتفسحوا, تحديدا محمد النني حاطين صور وقاعد بيتفسح في جزر مش عارف ايه, والناس اللي بتبكي في المدرجات يمكن مش عايزين بقى نتكلم في القصه دي كتير. من جد وجد يعني, احنا ما جدناش للاسف, احنا اكتفينا بان احنا رايحين وعملنا فرح العمده اللي حصل, فكانت دي النتيجه. لكن النهارده طبعا منتخب اورجواي منتخب قوي, المنتخب فرنسا زي ما حضرتك قلت ما عملش, خد اللي هو عاوزه, خد اللي هو عاوزه قدر, وهيخش مباراه هتبقى صعبه جدا 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 فرنسا وبلجيكا. يعني الجنب الثاني انا شايفه انه سهل, لما تيجي تتكلم اي واحد من الاربعه, اي اثنين من الاربعه يقابلوا بعض
يعني تقدر تقول شويه محسومه لفلان، ما اعرفش مين اللي قابل مين. انجلترا اعتقد هو الافضل في الاربعه، ممكن السويد، ممكن كرواتيا، يعني روسيا طبعا بعمليه الارض والجمهور حتى تاتي رابعه في الترتيب في وجهه نظر الشخصيه يعني، او وجهه في رايي الشخصي. ولكن المباراه دي صعبه جدا، ده نهائي بقى مبكر للبطوله. احنا كنا بنقول اللي هيكسب، طبعا كله بيقول النهارده اللي هيكسب البرازيل، اللي يكسب من البرازيل في فرنسا هو اللي ياخد البطوله دي. احنا بقول لك اللي يكسب من فرنسا وبلجيكا هو اللي ياخد البطوله دي ان شاء الله. طيب اخد حضرتك ليه قبل ما نروح لفرنسا وبلجيكا ونتكلم عليها بالتفصيل الممل والرؤيه الفنيه، اخد حضرتك لروسيا وكرواتيا. روسيا وكرواتيا مباراه صعبه جدا، مباراه صاحب الارض، في طموحات عاليه جدا. اداء عجبني المنتخب روسيا، بيعرف ياخد اللي هو عايزه من المباراه، بس يعني وهو ند قوي طبعا، اخد اسبانيا لوقت اضافي بعد كده ركلات جزاء، وحضرتك عارف لو كانوا لعبوا ضد اسبانيا يعني كمان 3 ايام ما كانوش هيكسبوا اسبانيا. هل يعني هل حضرتك شايف ان المنتخب روسيا امام منتخب كرواتيا اللي عنده مدير فني مخضرم وعنده طبعا لعيب على اعلى مستوى، هل منتخب روسيا هيقدر يكمل في مفتاحي مفاجاته، ولا كرواتيا تقول له اقف عندك هنا خلاص نهايه المفاجات؟ كرواتيا بالاسماء اللي موجوده نقدر ان احنا نكون موجودين في قبل نهائي مونديال روسيا. لو منتخب غير كرواتيا كنت اقول لك يدوس على روسيا من اول الماتش وينهي هذه المغامره. لكن منتخب كرواتيا يعني ما عندوش النجوم الكبيره قوي، حتى يمكن لوكا مودريتش في اخر ماتش ما عملش حاجه. طب مودريتش وراكيتيتش وكوفازيتش، انا بقول لحضرتك انا فاهم، هل حضرتك شايف ان دول مش تقال؟ لا كفاية. مش قصدي الفريق نفسه يعني، قصدي فريق بخبراته. لو كانت أوكي. المانيا لو كانت أوكي. ايطاليا ما ليش دعوه بقى خرجت ولا ما تاهلتش، البرازيل حتى يعني ايه الفرق اللي بخبراته اللي هو هيجي الفريق ده. اهم سلاح عند المنتخب الروسي هو عنده حاجتين بيعتمد عليهم، الارض والجمهور واللياقه البدنيه. الارض والجمهور ده طبعا سبورت عالي جدا، واللياقه البدنيه، اللياقه البدنيه بتاعته رهيبه، يمكن دي اللي شككت الناس في ان هو عنده منشطات. طبعا اتنفى الكلام ده، الله اعلم بقى صح ولا غلط ما اعرفش. لكن في مباراه بكره، المباراه دي صعبه، ان منتخب كرواتيا ما قضاش على المباراه من اولها وداس على المنتخب الروسي، نفس السيناريو اسبانيا بالظبط. بس العمليه ايه؟ جون. وبعدين حتى المنتخب الكرواتي كان عانى بنفس الشكل في المباراه اللي فاتت، اما تعادل وفاز بضربات الجزاء امام الدنمارك. فالدنمارك يعني انا شايف ان روسيا ممكن تبقى اقوى من الدنمارك، فهي المباراه عشان كده متكافئه. ما اقدرش يعني الناس كتير بترجح كفه كرواتيا، ولكن وارد جدا ومش هتبقى مفاجاه لو روسيا فازت. طيب يعني هاخد حضرتك للمباراه الثانيه، وده انا شايف ان لو انجلترا فازت على السويد وروسيا وانجلترا اتقابلوا، يعني الماتش ده هيكون ما بين جمهورين يعني في مشاكل ما بينهم وفي احتقانات احتقان ما بينهم. لو نفتكر اليورو الاخيره لما الجمهورين اتخانقوا مع بعض وكمان حتى حضرتك عرضت على تنظيم المونديال النسخه الحاليه، انجلترا كانت معترضه على تنظيم روسيا مونديال 2018، وهي هي اللي سربت خبر المنشطات الخاص بالمانيا السعوديه. هم في كلام بيقولوا ان انجلترا عن طريق المانيا، يعني كلام كده بيقال في الصحف العالميه. فبالتالي مباراه انجلترا والسويد، السويد انا شايف ان هي مفيش منتخب مميز عن الثاني، المنتخبين مجتهدين جدا، عندهم لعيبه على اعلى مستوى ولعيبه كمجموعه مع بعض قدروا ان هم يوصلوا بالمنتخب بتاعهم الى ابعد نقطه في المونديال وهي دور الثمانيه، في واحد منهم ما يكمل. هل حضرتك شايف ان انجلترا بكذا ساوث جيت قادر على، طبعا هو الاقرب انجلترا، لكن انجلترا قادره على الفوز بالتاريخ وبالنجوميه وباللعيبه، ولا السويد كمجموعه مع بعض قدرت ان هي توصل للمكان ده بفضل طبعا مديرها الفني واللعيبه اللي بتنفذ والكلام حضرتك عارفه ده كله. مين شايف اقرب، انجلترا ولا السويد؟ والله الكلام اللي حضرتك بتتكلمه ده بيعمل ضغوط اكتر على انجلترا، لان منتخب السويد ما عندوش ما يخسره برضه. صح، نفس القصه يعني، هو اصل هو لو اتغلب خلاص يا حضرتك بتقول ان منتخب انجلترا اقرب واللي هو على الورق افضل. بس انا عاجبني ان انجلترا انها ماشيه في الموضوع ده بيت باي بيت، خطوه خطوه، ما بيأفوروش قوي. يعني حتى المدرب ساوث جيت يعني بيقول ما اداش لنفسه افضليه لفريقه رغم ان الناس بتدي له افضليه على منتخب السويد. ويمكن ده يعني او اشتقوا من تاريخ المواجهات، تاريخ المواجهات ما بين انجلترا وروسيا في 25 مباراه يمكن التفوق طفيف جدا بفرق فوز، يعني انجلترا فازت 8 السويد فازت 7 وتعادلوا 9 و24 لقاء وبكره ال25. فالعمليه قريبه مش بعيده، وان كان طبعا انا شايف برضو ان انجلترا اقرب، يعني ما اعتقدش السويد تقدر تطلع انجلترا من البطوله. طبعا بطوله المفاجات احنا متفقين اي حاجه تحصل، لكن اعتقد برضو قريبه اكتر انجلترا، ونتمنى نشوف المواجهه اللي اتكلمت عليها اللي هي انجلترا روسيا
عشان احنا مستمتعين فيها، لان اكيد مش هتتحول لحرب، تبقى حرب على ارض الملعب يعني. طيب لسه مكملين مع حضرتك، لكن هنروح لفاصل سريع وارجع اكمل مع ضيفي وضيف حضراتكم الاستاذ محسن لمبي. من جديد لسه مكملين معاكم في المونديال على قناة الأهلي، ضيف وضيف حضراتكم الأستاذ محسن لملوم نائب مدير تحرير الأهرام الرياضي. أستاذ محسن مكملين مع حضرتك، ونروح سريعا قبل ما نتكلم في ملف المدير الفني القادم للمنتخب الوطني عن مباريات قبل النهائي أو المباراة المرتقبة ما بين المنتخب الفرنسي والمنتخب البلجيكي. تبقى مباراة صعبة جدا على الطرفين، وعندنا بقى هنا يعني نقطة تيري أونري. ايوه بالظبط. فرنسي بيدرب منتخب بلجيكا لكنه هيلاعب منتخب بلاده، موضوع صعب جدا. صعب بس في عالم الاحتراف خلاص ما بقاش فيه الكلام ده. حتى في المنتخبات. في المنتخبات عادي ما لهاش علاقه خلاص، انت ما هو بيبقى مدرب بيدرب فرقته يعني. لو كوبر ده مثلا لو ربنا نفخ في صورته كان لعب الارجنتين هيلعب للهزيمه مثلا؟ لا تلعب للتاريخ يعني. خلاص بقت العمليه دي بقت يعني الامور دي خلاص ما حدش بيتكلم فيها. لكن هو ايه سبحان الله اللي في العصر الحديث ان فرنسا وصلت النهائي مرتين، في المرتين كان موجود تيري هنري، مره لاعب واحده كسب ومره لا. المرتين انا بتكلم على المرتين كان موجود كلاعب بالظبط. تخيل المره دي انه لو فرنسا لم تصل للمباراه النهائيه للمره الثالثه هيبقى السبب فيها تيري هنري يعني اللي هو صعد بيهم الاثنين. من الصعب، الاوروبيين طبعا متفاهمين الامور دي، وهي دي الحقيقه خلاص عصر احتراف ما بقاش فيه الكلام ده. هل موضوع الاصل ان اصل تيري أونري مش فرنسي ممكن يشيل شويه بعض الضغوطات اللي موجوده عليه، ممكن ولا مش ممكن؟ لا 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 لا, لا هو لعب باسم منتخب فرنسا، الناس كلها عرفته باسم منتخب طبعًا فرنسا طبعا، اكيد طبعا، مع ان تاريخه كله موجود في الارسنال يعني الجانرز الناس كانت يعني حتى رغم انه لعب في فتره في برشلونه، لكن طبعا يظل العلامه الابرز في تاريخ تيري أونري الارسنال الانجليزي. لكن طبعا منتخب الجنسيه اللي يحملها الفرنسيه، والفريق اللي لعب فيه اللي لعب ليه هو فرنسا، واللي خد بيه كاس العالم 98، واللي لعب معاه نهائي 2006. طيب دلوقتي حضرتك احنا عندنا فريق يعني من ضمن ثلاث فرق كمان هيكونوا موجودين في قبل النهائي، معاهم مدير فني اسباني أجنبي. الوحيد اللي مش وطني هو ميرتنز المدير الفني لمنتخب بلجيكا. هل حضرتك شايف بقى ان موضوع مدرب وطني مدرب اجنبي هل ده بيفرق مع المنتخبات الكبيره؟ عشان ده انا عايز اربطه بمنتخب مصر، بس بعد حضرتك ما ترد عليا. لا طبعا ما بيفرقش مع المنتخبات الكبيره، بيفرق مع المنتخبات الصغيره اللي زي مصر كده. ما صغيره اقصد مقارنه طبعا بفرق العالم يعني. طبعا بنتكلم طبعا على التصنيف وكده بالظبط يعني. لا طبعا ما تفرقش مع الناس. طب هل ده افضل للمجموعه اللي موجوده ان ما فيش واحد بلجيكي عامل طفره، فبالتالي اجيب واحد اجنبي للعيبه العالميه اللي موجوده؟ وليه لا، المشاكل يعني ده افضل. لا طبعا هو انت بتجيب الافضل، بتجيب الاصلح، ملهاش علاقه بان هو شوف يعني اكبر انجاز في تاريخ ريال مدريد اللي هو غير مسبوق في تاريخ الانديه في دوري الابطال، انه خد 3 دوري ابطال ورا بعض اللي عملها له فرنسي زين الدين زيدان. بس هل حضرتك ان العامل اللي بنتكلم على المنتخبات، على اللغه، على الطابع، على العادات، على التقاليد، دايما بنشوف المنتخبات الكبيره الافضل بيكون مدير فني وطني، بيكون عارف العادات والتقاليد، لغه اللاعب صحيح، لغه الجمهور، بيبقى الحماس ماشي. بس واحد نجح يعني، هم من اخر مره هم خرجوا في بطوله اليورو 2016 تقريبا قدام ويلز، كان معاهم مدرب بلجيكي بالظبط، دي كانت اخر تجربه قالوا خلاص كده قررنا خلاص لما جربوا خلاص. طب طالما نفعت اوكي يعني ولما لا، وده اللي موجود النهارده. مارتينيز النهارده مصنف يمكن ما كانش قبل كده له الشهره اللي خدها حتى على الاقل دلوقتي طبعا كمدرب ايفرتون. يكفي ان هو من بين الثمانيه اللي كانوا موجودين في ربع النهائي هو المدرب الوحيد الاجنبي النهارده بقى في الاربعه ولو خسر ما عندوش اي مشاكل برضه نجح، ولو خد المركز الرابع برضه نجح يعني لو خسر الماتشين الجايين هيبقى برضه نجح ويبقى تريد مارك يعني، او يعني يبقى مدرب ليه اسمه بصراحه يعني، وممكن يترشح بعد كده لمنتخب اسبانيا نفسه بعد طبعا الفشل او المشاكل اللي حصلت منتخب اسبانيا. منتخب لاروخا ده منتخب كبير جدا ومعاه لعيبه، كان بصراحه كان هو المرشح، بس في رايي كان رقم 3 بعد المانيا والبرازيل. كان في رايي اسبانيا هو المنتخب الثالث المرشح للفوز بالبطوله دي. النهارده احد عيوب المنتخب الاسباني ما كانش معاهم مدرب، يمكن طبعا بسبب لوبيتيجي واللي حصل معاه ان هو يسيب البطوله قبل. هل حضرتك شايف الاتحاد الاسباني في النقطه دي اتحاد محترم بيحترم نفسه، اخذ قرار صح ولا قرار مبالغ فيه؟ لا هو مبالغ فيه
لان هو اوريدي في اوروبا عادي بالكلام ده عادي انه بيعمل تعاقد بيعلن تعاقده مع بيبقى حتى المدرب بيبقى اللاعب بيلعب في فريق وبيعلن تعاقده في نهايه الموسم مع فريق حتى منافس مفيش مشاكل. هم زودوها شويه ما اعرفش طبعا ايه الخلفيات بتاعتهم بس اللي ضر المنتخب ان انت بتشيل مدرب قبل البطوله بيومين 48 ساعه وبتجيب مدرب ما عندوش خبرات اللي هو فرناندو ويرو لا طبعا الدنيا كانت صعبه. انت داخل على بطوله انت مرشح للفوز بيها وبطوله هي الاكبر في العالم وعندك جيل استثنائي برضو انت عندك مجموعه لعيبه بصراحه رائعه جدا في منتخب اسبانيا كلنا كنا نتوقع لهم يعني على الاقل يا اخي ما تخرجش من روسيا تكسب روسيا في ارض الملعب مش ضربات جزاء تكسب روسيا 2-0 و3-0 ده طبيعي جدا وكانت النهارده هي اللي تلعب بكره مثلا مع كرواتيا وكانت ولما تقول اسبانيا وكرواتيا لا اسبانيا اللي موجوده في قبل النهائي لا فطبعا لا اخطاوا اللي دفع الثمن هو المنتخب الاسباني بدليل الصحف الاسبانيه بعد الخروج كتبت ايه فيما معناه كده بالبلدي اتبسطوا بقى وحطت صوره رئيس الاتحاد الاسباني وحطت صوره فلورتوني بيريز بمناسبه ان هو تعاقد ومثلا لو بتيجي ان هو برضه انت كمان اتبسطت يعني لا طبعا قرار الله اعلم بداخله بس انا شايف ان هو كان اللي دفع الثمن فيه المنتخب الاسباني. هل ممكن حضرتك نفتكر ان هو قرار فردي ولا قرار حصلت مشوره عليه ان هو ياخد قرار في التوقيت ده توقيت مهم جدا بالاستغناء عن المدير الفني الحالي؟ ما اعتقدش فردي المنتخب الاسباني بس ايا كان هو خطا ان انت تستغنى عن المدرب بتاعك قبل البطوله بيومين. لو في شهر اقول لك ده ممكن الناس تنتقدك لو قبل البطوله بشهر هي بالك قبلها بيومين اثنين 48 ساعه 48 ساعه والفريق يعني موجود في اسبانيا في روسيا طب ازاي يعني بصراحه الدنيا صعبه قوي. قرار طبعا زي ما قلت لحضرتك اللي دفع ثمنه المنتخب الاسباني بالخروج المبكر المهين قدام فريق زي روسيا اقل منه كتير كمان حتى في المجموعه نفسها ما اقنعش يعني يتعادل مع رونالدو وليس البرتغال 3-3 بيتعادل مع المغرب بتقنيه الفار بعد ما المغرب خرج وايران 1-0 بالعافيه لا طبعا على الاربع ماتشات اللي لعبهم ما اقنعش وكان يستحق الخروج طبعا مبكرا بسبب التخبط اللي حصل في الجهاز الفني للمنتخب. طيب اخد حضرتك من كاس العالم والكلام عن المدير الفني هل ليه الكلام عن منتخب مصر وابرز الاسماء المرشحه وهل حضرتك مع المدرسه الاجنبيه ولا المدرسه المصريه؟ على فكره السؤال ده دايما انا بطرحه على معظم الضيوف اللي بتبقى موجوده لكن بحب اسمع وجهات النظر دايما حضرتك لما يكون في كذا وجهه نظر تبدا تجمع فكره عن ايه الافضل للمنتخب الوطني؟ هل الاستعانه بمدير فني اجنبي بس يكون عنده خبره بالكره الافريقيه وعنده درايه عن الكره المصريه ولا مدير فني اسم ما عندوش خلفيات بس يجي يبني لك فريق ويحط لك نظام ولا مدير فني وطني عارف يعني ايه لعيبه مصريه وفكرها عشان ما يحصلش اللي حصل في المعسكر والتصوير والكلام اللي حضرتك قلته في بدايه الحلقه؟ لا انا ارجح مدير فني اجنبي يكون ليه درايه بالمنطقه الافريقيه زي رينارد هيرفي رينارد يا ريت انا اتمناه جدا 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 طبعا دخل طب على خط الجزائر اعتقد ان إيه في اتصالات سريه من اتحاد الكره مع رينارد اكيد لان هو رغم التاكيدات اللي جايه من المغرب وعاده انتهى مع المغرب لا عاده ل 22 لكن طب ايه السبيل ان هو ممكن لا هو في مشاكل هو مش عايز يكمل طالب حاجه كده معينه يشيلوا الطاقم الطبي ويشيلوا في مشاكل خلافات جاده ما بينه وبين طيب. مصطفى حجي لا دلوقتي يعني اللي انا عارفه ان هو تقريبا في خلافات ما بينه وما بين ان هو ما تجددش للمدير الفني للاتحاد المغربي عشان هو اللي جايبه وبالتالي في خلافات هو عايز يمشي يعني دايما هو بيجيب رجالته زي ما بنقول فهو عايز يمشي فالكلام ده ممكن فعلا أيوة يعمل شوف بلبله ويعمل اللي جاي الشلاف. كل يوم من الصحافه المغربيه والاعلام المغربي بيتكلم ان هو قاعد مش قاعد يعني دايما كده تلاحظها كله لا الشروط رينارديو يقول ان هو عايز يكمل لا رينارديو مش عارف عايز يمشي دخل على الخط مش مشكلتك هو كان اكتر القريبين لي مصر والجزائر لكن دلوقتي دخل معاك على الخط اليابان ثم قطر هي دي المشكله ان هو انت لو انت مصر والجزائر اعتقد ان هو كان ليه رغبه فيما قبل من فتره سابقه ان هو يجي يدرب في مصر. الجزائر كان يعني الميزه اللي كانت بتقربه للجزائر شويه ان هو درب قبل كده في الدوري الجزائري وله علاقه بيهم وطبعا عنصر اللغه بيسهل كتير طبعا لكن لو كان هيرفي رينارد هيبقى 10 على 10 لكن غير كده هيبقى يعني اللي بيحصل ده هيبقى تهريك يعني الاسم المطروح دلوقتي على الساعه هو فيليب سكولاري ده رسميا الاسم المطروح اللي بنسمع عنه في اتصالات المدير الفني السابق لمنتخب البرازيل ده مش هيفيدك خالص
انا عندي مثال هنا وانا طلب كام يا استاذ محسن؟ معرفش 3 مليون 3.5 مليون دولار حاجه كده، رقم كبير جدا ومبالغ فيه. في انا عندي يعني تجربه لا استحي ان انا اقولها في قناه النادي الاهلي، تجربه مارتينيو. مارتينيو اسم كبير جدا في الدوري الانجليزي، كان مدرب السبيرز اللي هو توتنهام. لما جه هنا النادي الاهلي جاب اسمه، بس ما عطاش قوي للنادي الاهلي. الاهلي فاز بالدوري لان ده الاهلي قوي، لعبته هي اللي جابت الدوري، مش مارتينيول. ما كانش ليه بصمه قوي على اعتقد ان هو مرشح استاذ محسن مارتينيول لتدريب منتخب مصر من ضمن الاسامي اللي دخلت. مش هيكون شو اللي جايب اسمه ده، مش هيدي لك حاجه. عاملين زي اللي بيروحوا الخليج، زي اللعيبه اللي متخلص بعد ال 33 و34 بتروح الخليج، بيروح باسمه. احنا عندنا مش عارف هرنانديز، عندنا مش عارف مين، بيروح بيلعب هناك في السد القطري، في مش عارف ايه، في هو غالبا الدوري القطري اللي بياخد اللعيبه الكبار في السن. زي امريكا كده، اللاعب يعتزل في اوروبا يطلع على امريكا او الخليج. كذلك ده رايح باسمه، ما بيعملش حاجه، لا هيصنع مجد زي اللي صنعه يعني واحد زي تشابي هرنانديز مثلا. خد مع برشلونه الدوري وخد الكاس وخد السوبر وخد دوري ابطال اوروبا، وكان بينافس على الكره الذهبيه او على الاقل اسمه ترشح. لما يروح السد القطري هياخد ايه؟ هو بينافس على الدوري القطري وبينافس على اخره خالص دوري ابطال اسيا، طبعا يكاد يكون مش موجود. فهو بيروح ياخد فلوس، جاي رايح باسمه بيروح ياخد فلوس. لو جالك فيليب سكولاري هيبقى بنفس الفكره ده. ايه اللي الطموح اللي عند سكولاري يجي يعمله مع منتخب مصر؟ مفيش ولا حاجه عند خلص. ما بالظبط ده التكفيه السباعيه، السباعيه المذله امام منتخب امام منتخب المانيا التي في ارض وسط جمهور لن يمحوها التاريخ. يعني انت ممكن تغلب 1-0 بس تتغلب 7، منتخب البرازيل بيتغلب 7 ده النهارده، اي حد بيتغلب يقول لك عم البرازيل غلبت 7، يعني واخدك حجه. لا طبعا، حتى لو البرازيل خدت البطوله دي لن تمحو، لو كانت خدت البطوله دي قصدي لو كانت كملت لن تمحو طبعا العار اللي حصل على يد في فيليب سكولاري. لا انا مش مع انه مدرب كبير يجي باسمه وانت عندك لعيبه كويسه جدا، عندك محمد صلاح، عندك تريزيجيه، عندك عمرو ورده، عندك رمضان صبحي في المستقبل المفروض يبقى كويس ان شاء الله. النني يعني النني شويه في يعني حضرتك مع المدير الفني الاجنبي. بس مش اي اجنبي، مش سكولاري او حتى لو هتجيب لي مورينيو، لا انا مش مع الناس دي. انا مع واحد فاهم طبيعه الكره الافريقيه، زي النادي الاهلي لما كان عايز يجيب مدرب وفي الاخر جاب كارتونه في ميزه انه عارف النادي الاهلي، درب قبل كده في مصر، فعارف درب في افريقيا، درب في افريقيا بالظبط، فده هيفيد الاهلي اكتر من لو جبت زين الدين زيدان مثلا. مع احترامي طبعا، لان انت يعني كانت احد عيوب مثلا منتخبات شمال افريقيا. ليه منتخبات شمال افريقيا، تونس، المغرب، الجزائر بتفشل في بطوله افريقيا مع انهم بيتاهلوا في كاس العالم كل واحد فيهم 5 مرات؟ ليه؟ لان هم لما بياخدوهم يتدربوا بيروحوا يتدربوا في مثلا في اسبانيا، في فرنسا، ويجوا من هناك يلعبوا في اجواء بقى موزمبيق وغانا ومش عارف مين، بعكس منتخب مصر متعود لعيبه زمان. منتخب مصر كسب المغرب في امم افريقيا الاخير، ماشي وكده. انا بتكلم على يعني تاكيدا على كلام حضرتك. لا من غير مصر، من غير مصر هم ما بيكملوش في تاريخ الثلاث دول، تونس، المغرب، الجزائر، واخدين كل واحد فيهم على مستوى مصر كسل. والمغرب لو في كاس العالم بيلعبوا بعض، المغرب تتفوق على منتخب مصر بالزبط. لكن في افريقيا بالظبط، انت بتدليل انت واخد 7 امم افريقيه وهم الثلاثه على بعض واخدين 3، كل واحد فيهم 1. ليه؟ لان هو بيتدرب في اجواء حاره بارده، بيعيش في اجواء بارده، وبعدين يجي ايه حتى المعسكرات، حتى لما بيكون معاهم مدرب وطني بياخدهم يعملوا معسكر مثلا في اسبانيا، معسكر في مش عارف في فرنسا، ويروحوا يلعبوا بقى في اجواء حاره جدا، في اجواء صعبه، ضغط هواء يعني مش عارف تحت مش عارف ايه، البحر، مش عارف الحاجات اللي هي بتحصل في سطح البحر، الحاجات اللي بتحصل في افريقيا دي. لكن عندنا منتخبات لعيبه المنتخب مصر، اهلي وزمالك اللي هو القوام الاساسي للمنتخب، متعودين رايحين وجايين على افريقيا بيلعبوا، عارفين سوق المعيشه اللي بتحصل، متعودين على الكهرباء اللي بتقطع، فالحاجات دي بتدي لك اوريدي انت بتعرف تكسب في افريقيا، عشان كده ده سر تفوقك في افريقيا بعكس عالميا. فانت محتاج مدرب يبقى فاهم الاجواء الافريقيه، وانا شايف في رايي 2، رقم 1 هيرفي رينارد مدرب منتخب المغرب، ورقم 2 وحيد خلوزيتش اللي هو كان مدرب الصربي او البوسني، اللي هو كان مدرب منتخب الجزائر في كاس العالم اللي فات، لانه مدرب ذو شخصيه قويه جدا 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 جدا، ان هو كان منتخب الجزائري كان رغم انه كان في نجوم كان مسيطر عليهم. يعني تقريبا خليلوفيتش المدير الفني السابق لمنتخب الجزائر طلب قيمه ماليه زي سكولاري، طلب حوالي 3 مليون دولار صافيه من الضرايب، وبالتالي اتحاد الكره تقريبا عنده مشكله في موضوع الراتب. يعني ما هو عشان تجيب مدير فني عالمي لازم يكون في راتب كويس. صحيح. طب بص عليك، انا دايما بقارن الموضوع ده بايه؟ ان كل ما الحاجه تكون غاليه كل ما الكواليتي بتاعها يكون اعلى حاجه. ما انا صحيح. مش هاخد اعلى حاجه بسعر قليل، ده في اي حاجه حضرتك رايح تشتري. مزبوط. اي حاجه صحيح. هتبقى في فرق في الاسعار ما بين ده وما بين ده وما بين ده، عشان في الخامات. صحيح. فبالتالي يعني انا بحس ان موضوع المرتب هو العائق لاتحاد الكوره، مش وجود مدرب من عدم. عشان لو في فلوس كويسه
اكيد طبعا المدير الفني هيتوفر في ثانيه. ما هو انا في النهايه مش هجيب حتى لو مدرب ارخص شويه يعني اقل سعرا زي مثلا كوبر، مش هيفيدني حتى لو انا هقدر اسيطر عليه. جربنا كوبر خلاص، انا هعمل به ايه يعني؟ هو كوبر ليه طريقه بالمناسبه، بس عشان احقاق الحق هو وصلنا كاس عالم ووصلنا كاس امم افريقيه، بس في النهايه انا احزنني في نهائي كاس امم افريقيا الاخير لما كنا باللعب الكاميرون، المدرب كلود لوروا اللي كان مدرب كونغو قال لك اتمنى مصر ما تفوزش. ليه؟ قال لك عشان ما تبقاش الطريقه دي الناس تتابعها. هو فعلا عنده حق يعني، انا شعرت بالخزي والعار من هذا التصريح، ان احنا لو كسبنا هيبقى دي الطريقه اللي احنا نكسب بيها، الناس كلها ترجع ورا ومحدش يهاجم ومحدش، يعني طريقه عقيمه جدا. كان عنده حق كابتن حسام غالي لما قال لك طريقه تدريب مستر كوبر مهينه لمنتخب مصر. ده صحيح يعني، يكفي المعلق يا اخي قالها لك، قال لك تمردوا على الطريقه العبوا انتوا. ده اللي بيعملوه دلوقتي لعيبه منتخب فرنسا على ديدي ديشام زي ما ذكرت لحضرتك. يعني طب يعني موضوع المدير الفني ده حضرتك شاغل الراي العام اكيد بشكل كبير جدا، لكن عايز اتكلم في نقطه مهمه جدا. هل حضرتك الجهاز الفني او الجهاز المعاون اكيد طبعا هيكون في لاعب موجود من او فرد من مصري موجود معاه في الجهاز الفني، لو مدير فني اكيد اجنبي. يعني ترشيحات حضرتك، هل بقى يكون موجود لاعب مر بظروف كاس العالم او من جيل، نتكلم من الاجيال اللي حصلت على بطولات مع منتخب مصر، لعب كاس عالم، لاعب عنده تاريخ، هل ده بيفرق في شخصيه المدرب اللي بيبقى موجود بيكون همزه وصل ما بين صحيح. اتحاد الكوره وما بين اللعيبه وكمان المدير الفني؟ هل حضرتك شايف ان المدرب عندك بيكون فارق فعلا؟ طبعا اكبر دليل على الكلام ده منتخب المغرب، الناس كلها رفعت له القبعه، المدير الفني هو ريفي رينارد الفرنسي، والمساعد بتاعه مصطفى حجي نجم منتخب المغرب طبعا واحد من النجوم، ولعب كاس عالم ولعب كاس امم افريقيه وسجل في كاس العالم لو تذكر 98، لاعب ليه اسم، اخوه حتى يوسف حجي اللي هو اللي كان بيلعب برضه او ما زال حتى بيلعب، فهو ليه اسم، فده بيكون حلقه الوصل. ممكن يكون في حصل مشاكل ما بين ريناردو ومصطفى حجي، عشان بس ما حدش يقول لك ما هم عملوا مشاكل، بس ده مش بالضروره يحصل يعني هنا في مصر. كابتن اسامه نبيه كان موجود وادى ما عليه خلاص، يعني لو ما له عليه ما عليه خلاص، هي المرحله انتهت، عشان نقدر نتكلم في حاجات يعني ملهاش لازمه. لكن في الفتره اللي جايه ده مطلوب، يعني انا كنت بلاقي مثلا ناس يقول لك انا عايز يجي وعايز يجيب معاه الثلاثه مساعدين من بره، لا انت كده فصلت يعني، انت فصلت التواصل ما بين اللعيبه وما بين الجهاز الفني. لازم يجي مدير فني ماشي اوكي على اعلى مستوى، اتمنى يكون ريناردو او حد ليه علاقه بالكره الافريقيه، عشان ده اساسك، ده اللي انت بتلعب فيه، والتاهل لكاس العالم كله. كوبر كان معاه ثلاثه مساعدين صح؟ كان معاه اثنين تقريبا، كان معاه اثنين او ثلاثه، معاهم كابتن اسامه نبيه اثنين بس، يعني كابتن اسامه نبيه كان الابرز يعني ثلاثه يعني كان معاهم اثنين، وكان معاه الثالث كان يوناني مخطط الاحمال. لا بس ده يعني مش ده الاساس، انا اهم حاجه المدرب العام يعني اللي هو بيبقى صح زي كابتن اسامه نبيه، همزه الوصل ما بين الجهاز الفني واللعيبه واتحاد الكوره. بالظبط صحيح. طيب استاذ محسن الاملوم بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا على قناه الاهلي، استمتعت بكلام حضرتك و رأيك كمان على حتة المدير الفني، إن شاء الله نشوف حضرتك في حلقات تانية معنا في المونديال. شكرا جزيلا كابتن عمر. شكرا جزيلا. كنا مع حضراتكم على مدار ساعتين من الساعة 10 حتى الساعة 12 في المونديال على قناة الأهلي، وتابعنا معاكم آخر الأخبار اللي موجودة في الساحة العالمية، وكمان تابعنا أولى جولة في أو أول جولة موجودة في كأس العالم، مباراتين غاية في الإمتاع، فرنسا بتصعد معاها المنتخب البلجيكي، إن شاء الله بكرة هنكون موجودين مع حضراتكم في تاني جولات دور الثمانية في بطولة كأس العالم بلقائين أقوياء جدا، مباراة روسيا وكرواتيا وأيضا إنجلترا والسويد. بكرة هنكون إن شاء الله مع حضراتكم في نفس الميعاد من الساعة 10 للساعة 12 فقط على قناة الأهلي في المونديال. نشوفكم بكرة على خير، تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.